تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. إذن أجدد الترحاب بكافة المستمعين الكرام في هذا اللقاء التواصلي اللي تيجي بعد العيد الأضحى المبارك. نتمنى أنه المستمعين كلهم يكونوا قضوا أوقات جميلة ممتعة وسط الحضور العائلي. طبعا هذه مناسبة دينية، مناسبة ديال صلة الرحيم ولإحياء سنة نبوية كريمة. احنا ما كناش حدنا عن المباراة ديال ربع نهائي ديال كأس العرش لأن تلعبوا اليوم الخميس، وغتكون مناسبة نرجعوا ماشي فقط غنرجع ماشي غنحاولوا نرجعوا للمجريات ديال المقابلة تم الاستهلاك ديالها بما فيه الكفاية، ماشي بالضرورة أنه نسلكوا حتى حنا نديروا، ولكن كاين فيها بعض الملاحظات، يعني ممكن ذاك الملاحظات تكون عندها علاقة بالمستقبل، هي اللي تكون الأمور يعني نذكر أيضا بأنه المباراة ديال النصف غيتلعبوا نهار 19/20 3 و 4 الجايين، يوسف برشيد مع بركان والوداد مع الفتح بجوج غيتلعبوا بمدينة فاس. بالنسبة للوداد مع الرجاء، هذه المقابلة اللي إلى لاحظتوا بأنه كنا تنذكروا شرينا الأوراق وخصنا مرجعونا يعني كنا تنتسناو أن يكون الحضور الجماهيري، فطبعا إلا كانت هذيك المقابلة اللي شاهدنا هي اللي كان غيحضر اللي غيشوفها الجمهور تضري ما ضيعت شي حاجة، ما عدا إلا كانت الحضور الجماهيري تغير من الاسلوب والطريقه باش يلعبوا شي اكيد يكون مع التاثير، ولكن كيف ما كان الحال ما تنظنش بانه شاهدنا شي حاجه كثيره. اللهم انه المقابله عطات فوز ديال فريق الوداد، الفريق اللي كان اكثر تنظيم في المقابله، فاز بهدفين لصفر. الوداد خلينا نقول كان اقل اخطاء من الاخطاء ديال فريق الرجاء، حيت صعيب نذكر على بانه الفريق كان يعني الجوده ديال هذا الفريق افضل. خلينا نذكروا على الجانب ديال انه فريق الوداد كان الاخطاء ديالو قليله كثيره قليلا مقارنه مع فريق الرجاء، بدليل انه فريق الرجاء جوج ديال الاخطاء جابوا جوج ديال الاهداف، وهذا لا يعني بانه جوج ديال الاهداف يعني كان بامكان يكون اهداف اخرين، ولكن كيف ما كان الحال هذوك جوج ديال الاهداف عباره عن اخطاء. الاول ديال الحارس غايه اللي واحد الوقت كان هو الحارس يعني يتقال بانه من الحراس الجيدين، ولكن ها هو حارس ماشي غيبقاش جيد، ها هو حيد مزيان ولكن هو دار خطا، خطا عطاه الهدف الاول، وحتى الطريقه باش سجل يعني عطيت الله طريقه ديال لاعب اللي تيخص شويه ديال الذكاء في مثل هذه المقابلات. ثم الاجمل ما كان في المقابله هو الهدف ديال مترجي، ضربه خطا اللي جات هي اصلا عن كره تضيع الهبطي، لان الهبطي يعني واخا هضرنا عليه مرارا تيضري بانه اللعبه ديالنا غير مؤطرين، باش نكونوا متفقين سواء كانوا في فرق كبرى او فرق متوسطه او فرق صغرى، اللعاب بحال شي واحد ما تيقدش يهضر معاه، كاين شي حوايج خصنا نتعلموا اللعابه، وقلنا مرارا بانه اللعاب اللي عنده مهارات فنيه مراوي كبير راه ماشي فين ما يشد الكره كانه واحد يدير له يعني السيف على عنقه خصك تراوغ، ماشي فين ما يشد الكره غنراوغ، انا ما عرفتش شكون اللي قدامي اللي مورا غنبقى نراوغ، راه بغى يراوغ داو له الكره مشات ضربه خطا سجلها. اجمل ما كان في المقابله وهذاك الهدف ديال المترجي. ثم نهضر بركانيه مع جمعيه المنصوريه، هدف مبكر ديال النهضه البركانيه اللي كان مزيان في هذه المقابله هو انه جمعيه المنصوريه فريق ديال الهوات ناقص لعاب، ومع ذلك كان عنده رغبه باش يرجع في المقابله وتحت له، لولا انه الكره ضربت في يد احد اللاعبين ما كان يمشي للتعادل ودخلوا الشوطين الاضافيين تولي كلام اخر. على كل حال اللي كاين هو انه الفريق ديال النهضه البركانيه يعني حتى هو تيمني النفس على انه يفوز ب ثنائيه بعد كاس عصب كاس الكاف. الوداد يعني في المسار ديالو ممكن الى تخطى الفتح يلقى بركان او برشيد، ولكن ممكن تكون علاش لا مباراه ديال الوداد مع بركان يعني مباراه ديال كاس العرش قبل السوبر، حنا تنقولوا يعني هم الفرد اللي يمكن يكونوا، اما الان باقي الوداد خصها تخطى الفتح، والفتح ماشي فريق اللي هو سهل، فريق الفتح فريق منظم وعنده امكانيات
باش يخلق المشاكل للوداد. نفس الشيء بالنسبه للبرشيد، برشيد فريق جيد يعني بامكانه انه يخلق المشاكل للنهضه البركانيه. بس تنقرا طحت عليا اودي راه عرفت عزيز عليك الوداد، ما الا كانت عزيز عليك الوداد ماشي صعيب، انا ماشي عيب، انا غير حيت تندير واحد اطلاله على الفقرات اللي غنهضر عليهم وقريت هاد اللي الواحد تيكتب لك يعني ما راه ماشي عيب انسان تكون عزيز عليه واحد الفرقه بحال اللي غيكتب لي شي واحد اخر عرفنا بان عزيز عليك الرجاء. حيت في هاد الحاله هادي راه واحد خصو يقول لك عزيز عليك الرجاء، علاش؟ لان قلت انا جوج ديال الاهداف جوج ديال الاخطاء، راه ماشي هذا ما تيبينش بين الحب ديال الوداد. كاين اللي يقول لك تيبغي الرجاء لانه دار خسران الرجاء غير شوف انا تنهضر على مقابله كيفاش شفتها. يمكن غنقول شي حوايج اخرين يمكن تقول له هذا راه ما تيبغيش الوداد. من الملاحظات لاحظت في هذه المقابله هذه ولما قلت بانه اللعابه خصو يكونوا مأطرين، ماشي فقط يكونوا مأطرين غير بالطريقه ديال باش يلعبوا ولا كاين بزاف ديال الحوايج خصها تبان بانه حنا لاعبين محترفين. انا شفت واحد الحاله في هذه المباراه ديال الوداد خص الانسان يتفاداها الا ما عنده شي معرفه. لما اللعب تيتصاب، لما اللعب تيتصاب وتيمشي احد الزملاء ديالو، ها اللي تيجبد له يدو، ها اللي تيهدور له وجهه، ها اللي عنقه، ما عندكش ديريه بهذا الشيء هذا، ما عارفش يعني ما غتلامش، ما يقول لك الواحد علاش ما مشيتيش، ما نعرفش غندير. السيد الى تصاب بشي ازمه نفسيه ولا ضره رجلو ولا ركبته، الى انا نقصو ركبته عاد نعوجها، ما من الاحسن انه الانسان يبعد من هذا الشيء هذا، مع هذاك المسائل البسيطه التي اللاعب تيبغي يضيع فيها الوقت، يقول له دفع لي على رجليا راني بحال جاني كلاكاج، وهو غير بغي يضيع الوقت، ولكن انت ما تعرفش يعني الخطوره ديال الشيء اللي تيدار. انا اللي عجبني هو تقنوتي تصاب في الاخر ديال المقابله، تصاب بين قوسين ما كاين مشكل. تيدخل الطبيب ديال الفريق، تيجي بديع اوك حتى وجدك ذاك لا بومب ماجيك اللي تتبرد، شدها تيديرها لراسو، وهي هذيك على حساب الاطباء اللي قالوا لي بانه خصك ديرها وتكون بعيده على الجسم ديال الانسان بواحد 15 سنتيم. هو لقاها مع رجليه. ابدي ما تقيش داك الشيء، ماشي شغالاتك يعني، ما عمكش شي لعاب في اوروبا ولا في واحد اللي هاتي يديرها راسو. هذيك عندها تقنيه ديالها وعندها واحد المده زمنيه الدار، ماشي غير اي واحد غيبقى يرش هكاك يعني. انا ما تنقولش هذا الشيء، هذا غير جات مناسبه باش الواحد ما يديرش شي حوايج اللي ما يعرف لهم شيء. علاش؟ لانه انا تنقول ممكن يكون ضر راسو بهذه العمليه هذه. يعني انا غير من الملاحظات يعني انه بنت له ذاك البومبا، ديك البوم ماجيك تسميوها هي، غادي يهزها بحال يعني هذوك الناس اللي تيدخلوها، يعني الناس عاديين راه اي واحد يمكن له يدير هذا الشيء هذا. فما تنظنش بانه كان خصو يدير بحال هذا الشيء، وخاص الناس اللي يوعيوا اللعابه، يوعيوهم بزاف ديال الحوايج. كاين الناس اللي ما عارفين تيديروها بحسن نيه، ولكن ما فيها باس انه الانسان يعطيهم بعض الامور اللي يستافدوا منها. عندنا ايضا التعاقد ديال البنزرتي مع الرجاء. دابا هاد الكلمه غنقول واش ما عرف واش هو انه انا تنميل للرجاء ولا لا اميل للرجاء. كيف ما كان الحال قريت بزاف ديال الناس، كاين اللي ما عجبوش الحال، كاين اللي عجبو الحال، كاين اللي تيقول عنده معرفه، كاين اللي تيقول ما عنده شيء، يعني يمكن مدرسه قديمه. كيف ما كان الحال فريق ديال الرجاء برئيس جديد عنده مشروع، بان له هذا المشروع غيكون ناجح مع البنزرتي. واش مشروع ديال العام المجي او مشروع ديال بناء فريق؟ اللي رئيس ديال شي فريق ومحب ديال الفريق ما تيفكرش فقط غير في العام، يفكر في هذا العام ويفكر في المستقبل، لانه حنا ما تنفكروش اي في بمشروع ديال واحد السنه اش غندير فيها. وغالب الاحيان تيخص يكون ذاك المشروع فيه جوج ديال دو فولي. الفولي الاول هو انه العام ماجي خص يكون حاضر، الفولي الثاني يكون تنشتغل ما بعد العام ماجي، يعني تيكونوا تخدمين اون باراليل، يعني خصك دير فريق اللي متنافسي ولكن فريق ديال المستقبل، لان الفريق التنافسي بنزرتي ملي غادي يجي اش بغى يدير؟ غيبغي يدخل للواجهه. عندك تشامبيونز ليغ، باش شنو غدير لها؟ غادي تدير لها تشامبيونز ليغ، تجيب لها لاعبين اللي قادين انه يديو الفرقه للتشامبيونز ليغ.
وهاد اللاعبين التعاقد ديالهم مول عامين مول ثلاث سنين على حساب مول عام على حساب. المهم انت غتجيب واخا تجيب حتى ست لعابه وبعام عام عام، المهم خص تقلب على النتيجه، ولكن خص تقلب على المستقبل. المستقبل انت عندك فريق ديال الشبان اللي فاز باللقب ديال البطوله، وخصك تشوف واش عنده شي لعابه ديال يعني يكونوا صالحين للمستقبل. يعني هادشي باش تنقول انا خصنا نفرقوا ما بين مشروع ديال فريق ديال الموسم المقبل ومشروع ديال فريق تنافسي لسنين طويله. على كل حال صعيب نهضروا دابا على 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 كي غتكون الامور. دابا المدرب هو البنزرتي، ما نتمنوا له الا التوفيق. ايضا عندنا الجوائز ديال الكاف، هذه من المواضيع اللي بغينا نهضروا فيها شويه، نشوفوا نختبروا حتى حنا الامكانيات ديالنا والقدرات ديالنا في المعرفه ديالنا في شكون اللي يمكن له يفوز. كاين شي حوايج اللي هم باب تحصيل حاصل، وكاين شي حوايج من باب خلق واحد النوع من التنافس، بحال الشيء اللي كتوقع ديال كريستيانو رونالدو مع ميسي. يعني يا اما كريستيانو يا اما والشيء الاخر، كل شيء من باب التأتيت ديال. الا جينا نشوفوا الجوائز ديال الكاف اللي غتكون في المغرب نهار الخميس القادم، ماشي ديال هذا، ديال من بعد، فيه الاختيار تيشاركوا فيه بزاف. كاينه اللجنه التقنيه ديال الكاف، وكان صحفيين رياضيين مختارين، وكاين المدربين ديال المنتخبات الوطنيه، والعمداء ديال المنتخبات الوطنيه، وايضا المدربين العمداء ديال الفرق اللي وصلوا للدوري ديال المجموعات، ديال المجموعات ديال العصبه وديال الكاف. اللائحه ديال اللاعبين ديال السنه، يعني احسن لاعب في افريقيا. الاسماء اللي هي معروفه، وكاين الاسماء اللي هي معروفه شاي، وبدون شك انه غتحاصر يعني المنافسه ما بين جوج ثلاثه، وغيدخل الاعتبار ديال هاد اللعاب هذا او التاثير ديالو مع المنتخب ديالو في الحصول على شي حاجه. غادي نلقاو محرز، وغادي نلقاو طوكو ايكامبي هذا ديال الكاميروني تيلعب في ليون، كاين ابو بكر تيلعب في النصر، كاين سيباستيان هالير من الكوت ديفوار تيلعب في اجاكس، محمد صلاح في ليفربول، نبي كيتا هذا ديال غينيا اللي في ليفربول، اشرف حكيمي لباريس سان جيرمان، ادوارد ماندي الحارس ديال تشيلسي، كوليبالي سينيغالي من نابل، وساديو ماني من بايرن ميونخ. غتلقى بعض اللاعبين صعيب انك تفرق بيناتهم، ولكن شنو لما غتلقى مثلا ساديو ماني دكاس افريقيا الكفه ديالو حيت صعيب تقبط واحد ما تعطيهش هي احسن لعب، وهو لعب مزيان وفاز بلقب افريقي، ما عدا الا كانوا المدربين وشافوا شي حاجه اخرى، الله اعلم. كما كان حيت دائما الواحد اللي تيدي واحد اللقب دائما تيكون عنده واحد التمييز. ثم عندنا اللاعب ديال السنه في البطولات المحليه، كاين شي لاعبين حنا طبعا تنعرفوهم، كاين شي لاعبين ما تنعرفوهمش، لانه صعيب تقولي بان واحد تعرف تياغو ازولاو هذا ديال بيترو اتليتيكو من انغولي، كاين كريم كوناتي ديال لاسيك ديال ميموزا من طبعا الكوت ديفوار، اليو دينغ هذا ديال الاهلي، بزاف ديال الاهلي كاينين، علي معلول الاهلي، بيرسي تاو من الاهلي هذا من جنوب افريقيا، محمد شريف من الاهلي، الشناوي من الاهلي، وكاين المغاربه ديالنا اشرف داري، يحيى جبران، وزهير المترجي. هنايا خليني نقول بان هنايا الامور شويه مفتوحه، وغتبقى دائما الاسبقيه الفريق اللي عنده لعاب يعني فاز بشي حاجه اللي هي الوداد. يعني ممكن تلقى يمكن اشرف داري، يمكن يكون جبران، يمكن يكون زهير المترجي، على حساب يعني باش غتجيب واحد من الاهلي الفريق اللي ما دارش شي حاجه كثيره، ولا شي واحد اللي ما تاهلش كاع وتعطيه اللقب تيكون صعب. اذا هنا الامكانيه ديال الفوز المغربي بجائزه احسن لعاب ديال البطولات ديال الانديه ممكن يكون. انا هنا عندي ملاحظه باش نرجع عليها باش من ندوز قبل ما ندوز للشيء الاخر، غنهضر على الحسوني كيفاش لعب بدايه الموسم، كان من احسن اللاعبين، وحتى انه ما
ما بقاش في اللائحه النهائيه هو اللي غيتحمل المسؤوليه. علاش؟ يمكن تلهوا في حوايج اخرى غير انه يعني يطور من الامكانيه ديالو انه تراجع المستوى ديالو في المباريات الاخيره، وكان بامكانه يكون من يعني من واحد المرشحين. علاش؟ حيت عنده ذاك لو ستيل ديال اللعاب اللي يمكن يفوز بلقب. يعني الا كاين شي لعاب اللي خصو يشوف المستوى ديالو واش تراجع واش بقى هو ايمن الحسوني، لانه بالمباريات الاخيره راه لعب غير بالرصيد اللي عنده، الرصيد اللي عنده كون استمر على الشكي باش بدا كان يكون واحد من ابرز اللاعبين في على المستوى الافريقي. احسن لاعب ناشئ، هنا غتلاحظوا بانه الغياب ديال اي مغربي ما كاين حتى شي واحد، وبدون شك يمكن تكون عند كريم كوناتي هذا ديال الكوت ديفوار اللي مشى لسالسبورغ، يلا عنده 18 سنه ممكن يكون مرشح. ما كاين حتى شي، كاين لاعبين اغلبيه ديالهم غير معروفين بالنسبه ل ثم المدرب ديال السنه. المدرب ديال السنه فيها مدرب ديال المدربين ديال المنتخبات، وفيها ايضا المدربين ديال الفرق. غادي نلقاو كارلوس كيروس هذا البرتغالي اللي كان ديال مصر، لانه الان ما بقى شيء، المصريين جابوا لعب فيتوريا مدرب جديد اليوم. موسيماني هذا ديال الاهلي اللي ما بقى شيء حتى هو مع الاهلي. كاين هذا سانتشيلد ديال غامبيا، وليد الركراكي، واليو سيسي من السنغال. انا بالنسبه ليا اليو سيسي وليد الركراكي المنافسه غتكون بيناتهم بجوج. وفين يمكن تمشي ترجح الكفه؟ واش الاليو سيسي اللي فاز باللقب الافريقي، ولا الوليد الركراكي على اعتبار انه فاز بلقبين، عنده البطوله الوطنيه وعنده وعنده التشامبيونز ليغ ومؤهل مازال. على كل حال شوف فين غادي يمشي الاتجاه ديال المدربين. كاين اللي غيشوف كاس افريقيا الامم اقوى مرتبه من كاس عصبه الابطال. على كل حال هادو جوج بالنسبه ليا واحد فيهم غيمكن له يفوز مع امتياز بسيط لاليو سيسي اعتقادي، ما عرف لان كما كان الحال غتبقى كاس افريقيا للامم يعني في المرتبه اعلى من عصبه الابطال. ثم مشيو للمنتخب السنه، واش يخرج من عند السنغال؟ حيت كاين شي حوايج اللي ما باب تحصيل الحاصل. بوركينا فاسو الى غتعطيها علاش؟ الكاميرون، مصر، المغرب، السنغال. المغرب غيتحسب له بانه تاهل لكاس العالم، يعني الكاميرون كذلك، ولكن السنغال راه مأهله لكاس العالم وعندها ابطال افريقيا، اذا العمليه ما تخرجش منهم. نفس الشيء بالنسبه للانديه، بيترو اتلتيكو، الاهلي، بركان، الوداد، اورلاندو بيرات. ما يمكن تكون المنافسه الا بجوج ديال الفرق اللي فازوا بالالقاب، الوداد وبركان، وعلى اعتبار انه الوداد هي فائزه بعصبه الابطال، فالعمليه تدريا باب تحصيل حاصل انه الوداد غادي يكون هو الفريق ديال السنه. ما يعني كاين بعد نوبه الالقاب تتحسم، يعني لو انه هاد السنه ما كانت لا بطوله لا والو ممكن تلقى واحد الاراء تختلف، ولكن امور ان محسومه. ثم كاين السيدات اللي كاين، وانه بعد على الاقل عندنا واحد مجموعه من اللاعبات المغربيات اللي حاضرين، سناء المسعودي وغزلان شباك، فاطمه تقناوت، هادو بالنسبه للمستوى الافريقي وحتى على مستوى الانديه هادو بثلاثه تضاف لهم دحموس، فاطم، الزهراء. شكون اخر؟ كاينه بالنسبه للاعبات الناشئات كاينه ياسمين زهير هذه المحترفه بسانتيتيان، واللاعبات الاخريات راهم تيلعبوا ديال مع فريق الجيش الملكي. اذا على كل حال هذا هو بالنسبه للحفل، ممكن الا كان ممكن شي واحد يمكن نذكروا على هذا الجانب هذا، ونذكروا ايضا حتى الامور اللي تحدثت عليها. نذكر بالارقام الهاتفيه للتواصل مع البرنامج، الارقام ديالنا هي كالتالي 025 666 066،
0526-666-067 0526-666-068 أعيد 0526-666-066 0526-666-067 0526-666-068 أو للتواصل عن طريق الواتساب في الرقم الهاتفي اللي هو 066-62-32-48 أعيد 06-60-62-32-48 واحد الاخ تيقول سي اسماعيل من لندن عيد مبارك تيقول تبعت مقابله فرنسا ايطاليا على مستوى بطوله اوروبا النسويه صراحه كان مستوى عالي وافضل بكثير من بعض مباريات البطوله ما اثر انتباهي والحكمه كانت في مستوى رائع قليل التدخل وهادئه طيب لم يدخل الملعب الا في حالتين المنتخب الفرنسي كان 3-0 ولم يضيع الوقت انا شفت شي لقطات من تطورات الكره قدم النسويه بشكل كبير يعني الا ما قربتي شي تيبان لك بعد نوبات يعني ما يمكنلكش تفرقهم ما تفرقهمش مع المعلم شنو الفرق ما كاين حتى شي فرق تيلعبوا بمستوى عالي جدا واحد المهارات واللياقه البدنيه بمعنى على ديك اللياقه البدنيه انا عجبني فريق الوطني المغربي في اللياقه البدنيه ديالو بشكل جيد يعني انه بقات 10 دقائق وباقي اللعابات يعني اللاعبات عندهم امكانيات باش 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 يلعبوا بشكل كبير طيب ناخذوا المكالمات ديال المستمعين تحياتي تحيه متبادله السي رفيعي سعيد يقول ديما وداد سي سعيد غير نجوم عادي يفوز باللقب الافريقي عكس معف وليد تيبان العمل ديالو الحنكه ديال المدرب هذا سي صنهاجي لا سيسي سيسي عنده غير النجوم عادي يفوز باللقب الافريقي عكس وليد تيبان العمل ديالو الحنكه ديال المدرب انا متفق معك ولكن غير واش غيمشيو في هذا الاتجاه ام لا هذا هو الاشكال دابا ما تيشوفوش ما تتذكر انك انت على عن, عن, عن قرب ولكني واش هما غيمشيو في هذا الاتجاه ام لا هذا هو اللي كاين واحد غيقول لك لا المدرب فاز حيت عاده المدرب تيفوز باللقب احسن مدرب لعاب تيفوز ببطولات يدي شحال مره كريستيانو خدها لميسي لانه فاز بالتشامبيونز ليغ يعني حيت تيقول لك لا هذا راه ساهم في يعني هو كاحسن لعاب ولكن ساهم في النجاح ديال الفريق ديالو طيب ناخذ سي جمال من الدار البيضاء سي جمال مساء الخير اهلا سيدي سعيد مرحبا سي جمال واش مبروكه وبالصحه والعافيه وانت انت وبالصحه يحتك وطول الله يطول عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك بغيت نسولك اخويا سعيد الماتش ديال الوداد والرجاء الاخراني اييه واش تلعب بجمهور ولا بلا جمهور؟ لا بلا جمهور ايوا صافي علاش وكان؟ سمعت واحد الراجل قال لك ودي راه حنا كتوافقنا الوداد ما كتوافقهمش يلعبوا لا لا انا كنربحوهم لا كنربحوهم سي جمال انا تنتسنى واحد الوداد قيدته هنا سميتو المهدي قال لي شوف كنت تيقن بان الرجاء غتربح لانه جلال جيد هو لانه جلال تيبغي الرجاء هو لانه وتنتسنى يعيط لي باش يعتذر لانه هادشي ما وتا هذا خصو تا هو يعتذر هذا اللي قال لك الرجاء كتربح الوداد ديما في الكربيات الى عقلتي اي لا شي واحد قال لك لا حنا يعني تيستفالوا بالمباراه بلا الحمد لك الوالد انا عرفت لك هنا وقادي واحد قادي على ديال المنتدب الوطني انا كان شتي كان دابا سميتو الركراكي اللي ندير الرجاء ودار معاهم هذا الشيء يعني كان نبغيه يمشي المنتخب ما كنتش عليك انا نبغيه ولكن واش انسان اللي بحالكم ما يبغيش يقول لك الاداء راه عنده حق الاداء وهذا السيد راه بلا اداء راه بدا عصبه البطوله هو في النهايه ديال كاس العرش في شوف في نهايه المطاف الناس يحسبوا على شنو درتي معايا الله يرحم لك الوالد كاين صافي الاداء في التاريخ تكيسجل الحد غايسجل انك فزتي باللقب ما يقول لك شي بانه اللعابه ديالك لعبوا مزيان وضربوا اربعه في العريضه وداروا لي بتي بون لا ما كاينش داك الشيء ما كاينش داك الشيء طيب يلا شكرا لك سي جمال بارك الله فيك سي يوسف سي يوسف من الدار البيضاء سي يوسف مساء الخير سي يوسف السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله عيد مبارك سعيد نو عليك بالصحه والعافيه راديو بليس ونتمنى لهم الصحه والسلامه وطول العمر والرخاء والزهار للبلد ديالنا الحبيب الله يخليك بارك الله فيك عندي جوج ديال النقيطات ما نقولش محور باش نعرف دائما متتبع وربما من القدامى ديال السي سعيد مرحبا مرحبا سي مرحبا
اول نقطه غنتكلم على رحيل ديال الركراكي اللي باقي ما تعرفش واش غيمشي ولا ما غيمشيش. والنقطه الثانيه كنت شرتي لواحد نقطه مهمه ديال هاد الجوائز اللي غتولد الاتحاد الافريقي. بالنسبه للاتحاد الافريقي كيمشيو بالالقاب شنو ديتي؟ حنا كنشوفوا في اوروبا بالنسبه لميسي ورونالدو واحد العام ميسي كان ما دا والو وعطوه عليه واحد كاس العالم جوكر واه يمكن واش ما بقيتش عاقل مع كان ما بقاتش لا بقات الالمان والارجنتين وكانوا عطاو ميسي البالون دور في ذاك العام وما دا والو. في اوروبا كيتحكموا لي سبونسور هما اللي كيتحكموا في هذيك البالون دور. يمكن كاين اللوبيات كاين هنا بالنسبه لافريقيا. بالنسبه لافريقيا انا كنمشي باللقب كيمشيو وليتي تا شنو ديت هذا رايي. بالنسبه لوليد الركراكي انا ما متفقش معاه في حاجه وحده الا مشى قبل يدرب المنتخب الوطني في هذه الظرفيه هذه لان غادي ينتحر. لان لا يعقل انك غتشد منتخب في ظرف ثلاث شهور ما بقى والو الكوب دي موند غيكون واحد الضغوطات وبزاف ديال الحوايج كنظن انا ما متفقش معاه. يسالي يخليو المدرب اللي كاين دابا لان صعيب باش تجيب مدرب وكنت سبقتي شرتي له في حلقات كثيره اي مدرب ما غيرضاهاش لراسو يجي يشد منتخب في هاد الظرفيه هادي يمكن لان صعيب منتخب خصو واحد ثلاث سنوات اربع سنوات. لا المدرب لا اي مدرب دابا غادي يجي انا تنقول لك بانه غيقول لك اودي انا كاس العالم ما تحسبوش عليا. ما تحسبوش عليا حيت انا ما غنجمع اللعابه حتى في مباراه ولا في مباراه وديه هادشي اللي كاين. فوالا باش يبقى السي في ديالو زوين ما نجيش حتى الاخر ونهرسو نهدمو. يلا النقطة الثالثة كاين الاخوان تينتظروا. يلا سي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة اللي غنهضر عليها هي قضية البرمجة البطولة ديالنا العام الجاي إن شاء الله. أييه فلا أريد أن أتكلم مرة أخرى على القضية ديال البرمجة. كنت شرتي في واحد النقطة الوداد لعبوا مع الفتح يلعبوا بالفريق الثاني يقدروا يلعبوا نهار الاثنين. انا في هذه النقطه ما متفقش معك. كاين قوانين كاين ضوابط 72 ساعه غتلعب مباراه لعب انا باش ما بغيت ولو ندير بطوله ماشي فريق يلعب السبت. لا ياك لعبوا الاثنين لعبوا الاثنين والاخر يلعبوا الخميس ولعبوا الديربي الخميس. اذا خاص 72 ساعه ولا ما كايناش. انا بالنسبه لي اللي كنعرف خاص 72 ساعه يومين ما قداش انا اثنين ثلاث الاربع خميس لعبوا. وحاجه وحده بالنسبه للديربي الديربي راه بلا جمهور ما عندوش طعم. نكون واقعين ديربي ضروري يكون الجمهور ضروري ضروري. ما الديربي مع ماشي اي ديربي لا ما كاينش جميع المباريات خاصهم الجمهور ولكن يا الجمهور دار شي مسائل اللي غير الجامعه الله يسمح ليها. راه بالنسبه لنا غادي نسوقوا بطوله ديالنا وحنا احسن بطوله في افريقيا راه خصنا نسوقوها بالجمهور. ولكن الا كان شي واحد من الجمهور شي بقرعه اش غنديروا له؟ نسوقوا حتى هو. لا شوف دابا كاين كاميرات كاين كاميرات ما كاين اللي ماشي حاجه يتعاقب. شوف انا السي يوسف واخا ما نكون اخر تدخل في هذا الباب هذا راه الكاميرات مديورين. اسمعني مزيان الله يجزيك بخير واش نقول حتى للاخوان كاملين راه الناس لما تيديروا كاميرات بحال اللي غتيديروا داك الشيء ديال الفروج وهذا الشيء هذا تيديروا لذاك اللي غيدير المخالفه ونحصلوه. راه ما تيديروا شيء لكل شيء غيدير المخالفات راه مبقى صالحه. الى انا اسمع لي انا الى غندير كاميرا في الملعب وعندي 60000 تندير الكاميرات لا سبحان الله يكونوا شي ثلاثه ولا اربعه داروا شي مخالفه ونشدهم. الى كنت الى اسمح لي الى كنت 3000 واحد تجيو بالقراعي اش غنقضي بهذه الكاميرات؟ نعطيك غير نقطه السعيد باش ما تطولش عليك وسمح لي الله يجزيك بخير. انا تابعت مباراه ديال مارسي مع باريس سان جيرمان خرج قانون هادوك ما يمشيوش عندهم وهادوك ما يجيوش عندهم. واللي حصل نهار الماتش من باري او في مارسي جي لباري كيتعاقب صافي سالينا. يلا سي يوسف الجمهور كيدير الشغب ما بقاش يمشي. يلا سي يوسف هذا هو اللي كاين. يلا شكرا لك بارك الله فيك. مشي عند سي محمد الدار البيضاء. سي محمد مساء الخير. سي محمد الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سي سعيد بخير. الله يبارك فيك سي محمد. هاني الحمد لله.
مبارك العيد ومبارك الله يبارك فيك الله يبارك فيك اسي علينا الرباحات ان شاء الله الجمهور ولا بلا جمهور على بارك الله فيك اخويا اخو سي سعيد بغيت نكمل ما قال هذاك هذاك السيد السيمانه اللي قبل من الديربي نسبي المره الوداد ربحات هذاك العام اليورو سور بلا جمهور اي هكاك واش اللي عنده الاحصائيات بلا جمهور ربحات اليورو سور اييه ولا بغيت نفكروا في هذا مزيان نفكروا فيها وزيدوا على هذه الكلمه اللي قال ديال غندبحوهم لا 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 ما لا داك سحب داك الكلام لا 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 سحب داك الكلام بغيت نفكروا واش هو ذبح الحوي ذبح راسه دابا ولا شنو لا لا ما لا شوف انا ما تنبغيش ندخل في هذا المساويات بهذا الشكل هكا الا شي واحد غلط ما تنبغيش نرد منا شي حاجه عاديه الله يسر عليك اسي محمد لا لا ما كاين حتى مشكل ما خصناش ندخلوا في هذا الشيء هذا نفكروا ولا كان تيسمع نفكروا لا لا ما كاين حتى مشكل يلا شكرا لك سي محمد بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك حنا النقاش ديالنا نقاش تنبغيو يكون شويه حضاري كاين داك الكلمات كما تنقولوا شد فيا نشد فيك ولكن ما نزلوش نهائيا داك النقاش باش يولي نقاش انا ما تنقدش عليه ما ماشي في الطبع ديال نهضر بهذيك المنطقه ندبحني ولا غندير لك ولا غندير لهم ولا لا في الاطار الرياضه انسان يهضر على فرقته ما كاين حتى مشكل سي خالد من خنيفره سي خالد مساء الخير مساء النور سي سعيد نعم سيدي مرحبا انا عيدكم مبارك سعيد الله يبارك فيك سي خالد وانتم بخير والامه المغربيه بالف خير ان شاء الله بارك الله فيك سيدي بارك الله فيك كنشكرك اول حاجه على هذا البرنامج الشيق بارك الله فيك وبغيت نطرق لنقاط معينه بانتهاء البطوله ضروري غادي ندير واحد الخلاصه غادي نشوفوا النتائج الايجابيه وغادي نقولوا نتمنى ونزيدوا لقدام وهذا الشيء اللي كيبان لي وصراحه هاد السنة سنة استثنائية بالنسبة للكرة المغربية أراد من أراد كره من كره وأبى من أبى والإنجازات راه ظاهرة ومعروفة ولكن كاينين بعض الأمور خاصة مثلا حنا نتحدث على البطولة المغربية إلا كان عندنا نموذج مثلا ديال فريق فاز الدوري بدوري أبطال بدوري أبطال إفريقيا وفريق فاز الاتحاد الإفريقي إذا خاصنا ضروري نتمنوا هذه الأمور ونزيدوا المجهود باش ما تكونش الاستمرارية هذه الأمور هذه خاصها تكون ديما عندنا ولكن كاين بعض الأمور خاصة السي سعيد أنا كنلاحظ بعض الأمور وربما حتى أنت غتكون إما كتأيدني ولا ممكن أنك تكون أحسن مني أو دراية بهذه الأمور هذه بالخبرة ديالكم في المجال الرياضي أول حاجة كنهضروا مثلا على التحكيم بعض المرات التحكيم صراحة أنا يظهر لي على أن التحكيم لا يواكب تطور اللاعبين مثلا أنا كنشوف مثلا كثرة ديال أن الحكم يصف كيكثر بزاف الحكم ينتظر أي لاعب يسقط الأرض كيمشي كيصف كيوقف المقابلة حنايا كمتتبعين مثلا المتتبع في الملعب راه كيخلص فلوس باش أنه يتفرج باش غادي يتفرج خاصو يتفرج في مقابلة ماشي غادي يتفرج في لاعبين تيتساقطوا الأرض لان نحسب انا كنخلص فلوس كانني في مسرح خاصني نشوف مقارنه نشوف متعه واضح لان انا كنتمنى ان شاء الله ان التحكيم يتطور كنهضر هذه النقطه اللي كنتمنى اسمح لي سي خالد الى حصرتي هذه القضيه ديال التطور او التطوير ديال التحكيم غير في الحالات ديال انه اللعابه كل عصا ساقطين وهذوك اللعابه اللي ساقطين ماشي الحكم اللي تيطيحهم ايوا هي هذه النقطه اللي بغيت نلجا لها الثانيه شكرا سي سعيد وان مثلا فاش غادي نهضروا على هذه الامور هذه ضروري خاصنا نربطوها بالتطوير ديال الفرق الوطنيه وهنا فاش كنهضروا لابد خاصنا نهضروا على فرق تكوين اللي غادي نشهدوا لغه غادي نشدوا لاعب اكاديمي لاعب يتطور في الارض بالعرضيات المهم لاعب ديال الاكاديميه بهذا المفهوم هذا وخلاص فاش كنشاهدوا مثلا المباريات ديال الدوري الفرنسي راه صراحه راه كنلاحظوا ان هناك تكوين اكاديمي وانا كنتذكر هنا صراحه واحد القوله كان قالها رئيس الجامعه السي فوزي قصا وصراحه كان كيظهر لي انا شخصيا على انه يقدم خدمات جليله للكره المغربيه هو مثلا انه كان يتمنى ان يرى البطوله المغربيه تشابه البطوله البرتغاليه وصراحة كنتمنى أننا نوصلوا لهذا المبتغى وإن شاء الله غادي نوصلوا ليه بالتكوين وكنتمنى أن الفرق الوطنية حتى هي تكون وتكون لاعبين ديالها لأننا بعض المرات كنبقاو نشوفوا لاعبين كيهاجروا لأوروبا مثلا كنفرحوا نقولوا إذا كاين تكوين وكنفرحوا بهذه الأمور هذه بالنسبة للحاجة واحدة اللي بغيت نقطة أخيرة بسرعة سي خالد هي وأن المنتخب كنهضر على بخلاصة على أن المنتخب
الكل يقر على ان لا بد هناك من تغيير. متى التغيير؟ نحن ننتظر. وشكرا سي سعيد. شكرا لك سي خالد، بارك الله فيك. مشي للسي جناح. سي جناح من الدار البيضاء. سي جناح، السلام عليكم سي سعيد. عليكم السلام ورحمة الله. كدير بخير؟ عواش مبروك. الله يبارك فيك، عنا وعليك. راك عزيز علينا ميامات. الله يحفظك سي، بارك الله فيك. نهضر لك على المواضيع. كثروا لنا هذه الايامات الصحافة، الدين زعما مشى، هذا مشى، هذا ما مشاش، مشى سينا في الرجاء. بغينا الوداد تخرجنا شي توضيحات، واش الدين زعما المشكل عنده مع فرقته، واش سينا ما فهمنا بزاف ديال. كنت صمتوا لك بسعيد باش تعطيونا الحقائق اش وقع في الوداد. هاد الايام كثروا علينا، بينزا باغي 500 مليون، هو مش هاد الرجاء، هو هضر مع الفرقه، هو ما مشاش. بنعرفوا ثاني التكناوت واش جدد ولا ما جددش، جبران واش مشى ولا ما مشاش، بزاف ديال المدرب واش مشى رسميا وليد، وشكون المدرب اللي غيكون، فهمتي؟ عايشين مع الصحافه الفيسبوكيه، راه كل مره خبر كيتلاه، فهمتي يا با سعيد؟ وكنشكر وليد الركراكي على داك المجهود اللي دار معانا مزيان. اي مدرب يجي كيبان لي احسن مدرب داز دابا بالنسبه للعام، دار عصبه ودار بطوله ولعب على كاس العرش، وكي كيتسنى كاس سوبر. عموته كيقولوا عموته دا العصبه، ولكن عموته جا دخل النصف في العام، هذا بدا كؤوس بجوج في عام واحد. يلا شكرا لك سي جناح، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شوف شكرك بزاف، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شوف التفاصيل ديال هذا الشيء ديال هذا مشى هذا مشى، ما نكذبش عليك، ما 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 كاينش شي بلاغ اللي غادي يحدد بالضبط شنو، وما كاينش اللي يدخل عن في الراس ديال اللعابه. اللعابه في هذه اللحظه هذه لما تيكونوا حققوا نتائج كبيره، دابا مبينزا واش حبيك مبينزا غادي يقول لهم لا انا ودادي، مبينزا هو تيلعب مع الوداد. الى جا شي الى شاف بانه المصلحه ديالو تيربح مع الوداد 100 وغياخذ 500 غيمشي بحالته، اكون على يقين. راه في الكره دابا راه حنا في الاحتراف، راه اللعاب خدام تيقلب على شكون يعطيه بزاف. عندك تحبي بانه اللعابه ديال الوداد، واحد يقول لك لا انا راه ودادي، ما حد ما عندوش شي حاجه اكثر من الوداد. جميع اللعابه ديال الوداد، واش المترجي دابا يلقى 50 مليون في الشهر غادي يبقى جالس مع الوداد؟ واش تحسوا الا جاو عطاو 60 مليون في الشهر غادي يبقى جالس مع الوداد؟ ما نكتبوش على راساتنا، خصنا نامنوا بهذا الشيء هذا. راه اللعب اللي غادي يبقى مع الوداد راه ماشي حيت تيحمق على الوداد وسامح في العروض. الا جاوك العروض وداك العروض مزيانه، كاين غير كاين جوج ديال الحوايج، كاين اللي مجدد العقد، كاين اللي عنده عقد ديال 3 سنين تيقول الفرقه الا ما قبلتش غتبقى، ما كاين حتى مشكل، ما عنده فين يمشي، غادي يلعب مع فرقته. وكاين اللي وصل العقد للنهايه ديالو، ومع كامل الاسف لما تنسمع المغاربه تيتذكروا على انه هذا اللاعب غادي يسالي العقد ديالو في 30 يونيو، وهي باقا شهرين وباقي ما تفاوضوش. الناس راه تيتفاوضوا على واحد اللاعب باقي له عام ولا عامين، تيتفاوضوا معاه، ما يخليوش حتى الدقه 90 عاد يقول واش يجلس في الاخر يقول لك لا انا ما بقيتش غنمشي فابور، لا تيتفاوضوا. لا شوف شو وقع دابا ليفاندوفسكي باقي له عام، باقي غادي يلعب مع بايرن عام، ولكن راه ها برشلون باغاه، هو ما بغاش يكمل. المهم كاين الرواج، ماشي باقي له 3 ايام يعني، باش على الاقل الانسان تيكون عنده الى ما بغاتش البايرن تلقو غيجي يلعب مع البايرن هادي ولا هادي، ولكن البايرن غتحمل المسؤوليه ديال انه غير العام ماجي غيمشي فابور. هادشي اللي كاين. نشوفوا السي الياس من القنيطره. سي الياس مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. عليك السي الياس، بارك الله فيك الدكتور سعيد. مرحبا. بغيت نتكلم على يعني باقي نتكلموا على يعني الاخبار الرائجه ديال وليد الركراكي، واش غيستمر في الوداد، واش غيمشي للمنتخب الوطني المغربي. انا السؤال اللي كنطرح، علاش زعما الجامعه ما تخرجش شي بيان وتقول الراي العام شنو زعما شنو، واش غيستمر المدرب خليل الزيت ولا غيمشي؟ حتى يعني حتى خليل الزيت الا بقى استمر وفي هذا الجو راه ما كنظنش انا واش غيعطي للمنتخب شي حاجه. فالا استمر الا جينا عاوتاني العكس، الا مشى حتى وليد الركراكي دابا شد المنتخب، انا ما كنعتقدش واش غي زعما واش غيحقق شي نتائج ايجابيه في هذه الظروف هذه في هذا الضغط، ما كنعتقدش. اما فيما يخص العروض ديال اللاعبين، راه قال سعيد ناصري في واحد صريح قال بانه ما يمكنش مثلا اللاعب جاته مليار و400 او لا جوج المليار ونعطيه انا 400 مليون يبقى في الوداد، هادشي راه واضح.
مسألة عادية دي بسعيد ما قشفها لا يعني اللعب على الناس المغربي لو وصل مليار ما يمكنش يستمر في الفرحة لا زال الوداد للجيش بس اللي كان تعال شكرا بارك الله فيك سي الياس كنت معايا مدينة قنيطرة شي ديال ديال خصنا ماشي نأمنوا به خص يكون دخل في إطار الثقافة ديالنا الثقافة ديالنا أنه اللعب المهمة ديالو هي تطوير الإمكانيات ديالو وتطوير الإمكانيات ديالو تيخدم فيها واحد الفرقة في واحد المرحلة معينة إلى هذه الإمكانية تطورت بشكل كبير تيفوق الشيء اللي تتعطيه ذاك الفرقة هنا كنت تقن بأنه غيجيو عروض على برا وهذا عروض على برا يعني في غالب الأحيان إلى كان اللعاب عنده عقد فيه 3 سنين وجات قبل بعامين يعني قبل ما يسير العقد جاء واحد العرض راه الفريق تيدير عملية حسابية تيقول أنا غادي نستفد ماديا واللعب غيستفد ماديا خليه يمشي ترزق الله علاش غنبقى شادو انا علاش نبقى شادو انا طيب غندير واحد الفاصل بعد نرجع للمستمعين الكرام وجدد الترحاب بكافه المستمعين الكرام على اثير راديو بلوس انتم دائما مع برنامج النقاش في الرياضه وفي تواصل مع المستمعين الكرام نمشي نقطعوا الان المحيط الاطلسي ونمشيو نيويورك عند سي سعيد سي سعيد مساء الخير سي سعيد السلام عليكم وعليكم السلام كي داير ابو سعيد الله يبارك فيك عندنا الصباح هنا مازال 10 الصباح مازال الحال ما كاين مشكل نهضر تفضل بغيت مرحبا بغيت نهضر غير في هذه القضيه ديال بنزا اييه قالك شويه ديال الوقت على الحسوني دابا جينا نشوفوا هاد الكرونولوجيا ديال كيفاش جا التعاقد مع مع بنزا بنزا يعني ماشي التعاقد يعني على سبيل الاعاره وكان فيه كان فيه شرط ان بواحد التاريخ يقال انه كان 29 ماي ان الولادي لا عطات واحد المبلغ مالي قبل من هذاك الوقت اوتوماتيكمون بنزا ديالها قبل من هذا التاريخ هذا جا التوقيف ديال الفيفا يعني التوقيف ديال الفيفا جا ما بين تعاقد الاول ديال بنزا وهذا التاريخ هذا يعني هنا كنهضروا على قانونيه التعاقد وقت اللي انت ممنوع من التعاقد دابا هنا فين كاين المشكل وكنظن انا عندي هذه قراءه خاصه اللي هي ان الوداد زعما حاولوا يتواصلوا مع الفريق ديال بنزا ويحاولوا ياجلوا هذاك التاريخ يعني حيدوه من هذاك الوقت اللي كان فيه ممنوع التعاقد ويديروه في واحد التوقيت اللي فيه التعاقد اللي مسموح فيه التعاقد اللي مسموح فيه التعاقد اللي يقال ايضا انه ولا في يوليوز وان الوداد يعني غادي تتبع هذاك بطبيعه الحال غادي تتبع هذاك الشرط وغيولي ان بنزا يعني لاعب ديال الوداد ومن حق اي واحد يحاول يتعاقد مع بنزا ومن بعد كيجيو المفاجات كما وقع مثلا الكهرباء مع الاهلي كما وقع الكهرباء مع الاهلي وراك كتعرفوا القصه وهذه سميتو المهم هذا غير سميتو وواحد الرساله هنا للجمهور ديال الوداد كما واحد السيد كان اتصل بيه هاد كاين المهم انا ماشي غنسميهم هادو اعلاميين كيبغيو الرجاء حقهم كيديروا الخدمه ديالهم لفريقهم كيبغيو فرق سميتو انا كنلوم الجمهور ديال الوداد الجمهور ديال الوداد اللي كيتبع بحال هاد الاشياء هادي اوتوماتيكمون فاش كيقرا هاد القضيه هادي بين زعما مشى تعاقد معاه تلاقى معاه البدراوي دار هادي صورو ديريكت النصيري بحال كنوليو في واحد الديربي دابا تقريبا هذا اول ديربي ديال المسيرين ما بين الدراوي والنصيري وللاسف جمهور الوداد بحال بغى يتخلى على الراي ديالو بحال بغى يدير مقاطعه عاوتاني لهاد الديربي هذا الخاص المهم ندوز هاد النقطه هادي ونهضر على الحسوني قيل انا ما متفقش معاك على هاد القضيه هادي اللي هي تاهي شي دابا الاعلام هو هذا هو المشكل فين هو ان الهضره فاش كتقال بزاف كتولي شبه حقيقه ولا اقرب الى الحقيقه وكتولي رغم انها ما كايناش على العلم ان جميع الاهداف اللي تسجلات المهمه ديال الوداد هذه ضد الاهلي ضد الزمالك ضد جديده ضد وجده ضد اي هدف كان وراه حسوني وتيدير الدور ديالو حياته الخاصه هذا واحد الجيل جديد عندهم التيك توك عندهم هذه ما كنظنش حنا غنغيروا شي حاجه انا كنتفكر دابا عندي 46 عام كنتفكر فاش كنا حنا صغار وعندنا 18 19 عام وكنا كنديروا الحوايج اللي دابا كنقولوا وفينا هما دابا
كانوا كيقولوا لنا الناس اللي كبر منا والتشهد الجيل هذا وكانوا كيسميونا بجيل قيل. لا سي سعيد، لا انا تنقلب في فيلم ما متفقش معايا فاش اختلفنا. ما متفق اختلفنا في سميتو، اختلفنا في ان انه تبع حوايج اخرين اللي كنظن انا كنسمع جمهور الولاد تيقول انه مقابل غير الانستغرام ومقابل هادي وان المستوى ديالو تراجع، وانا بالعكس ما كيبانش ليا المستوى تراجع. لا لا, لا, لا شوف لا شوف 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 انا عرفت انا الحياه الخاصه ديال 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 اللعابه ما تنقدرها، والواحد تيولي نجم تيدير شي حوايج اللي ما جانا ما انا ما خصنيش ندير ما نقلبش على شي واحد يدير شي حاجه ديال السن ديال 50 عام، لا هو باقي صغير يدير اللي بغى. انا تنقول ما خصي هذا الشيء هذا ياثر عليه، لانه انا صراحه من الناس اللي دافعت على هذا الولد هذا منين كان البنزرتي ما تيلعبوش. راه ما هضرش انا على الحسوني دابا، هضرت عليه انا منين كان البنزرتي دخلوا تبقى 20 دقيقه وكان يستحق يلعب احسن من هذوك اللي كانوا تما، كنت راه عارفهم اللي كاينين. انا تنقول لك المستوى ديال كان بامكان يكون احسن، لان بقى فيا الحاله ما نقلش مع اللائحه ديال الناس اللي غيكونوا احسن لاعبين. شكون تينقصوا؟ علاش ما تختارش هي؟ علاش ما تختارش؟ متفق معك، هادشي اللي كاين متفق معك سي سعيد، خاصو يكون وعلاش اسمح لي يا سي سعيد باش نقول لك انا هذا الكلام تنقولوا ليه باش هو يحس براسو بانه علاش انا ما نكونش، اذا خصني ندير شي حاجه اخرى، خصني نزيد نجتهد. يعني حتى هذا الشيء هذا علاش؟ حيت بامكاني نكون افضل، حيت هو دابا غير بهذا اللعب هذا راه مزيان، ولكن الناس عارفين بان عنده امكانيات اكثر غيبان لهم انه انسان عادي. يلا سي سعيد. شوف انا نقول لك انني متفق معك 100% في القضيه، وكاينه اخرى. الحسوني ب 2021 وصل الطوب ديالو، الطوب ديالو حاجه اللي ما دارهاش في 2022، وبالتالي انا دابا بطريقه غير مباشره اتفقت معك. ها ما الراجل كان تفكر الاسباب، كاين اسباب اخرى سي سعيد. ايوا الاسباب اخرى يلا كرويه رياضيه وعندها علاقه بالاعلام وعندها علاقه بكل شيء بهذا الشيء اللي سميتو. ايوا سيدي في هذاك الوقت راه في الكان حسوني خصو يكون في الكان. ايوا شوف سي سعيد باراه كان كوايري وعارف الوسط كيفاش داير، خاصو يقول لولده شوف الا ما مشيتش احترفتيش هذا العام في اوروبا راه كاع ما تقول انك انت لاعب كبير. يلا سي سعيد شكرا لك، بارك الله فيك، شكرا لك. نمشيو للتماره عند سير بيض. سير بيض نعم سير بيض، تحيه سي سعيد، بارك الله فيك مرحبا. تحيه ليك والاحترام ليك لحقاش الصحفيين المقتدرين. الله يطول عمرك سي، بارك الله فيك. وشخصيا كلاعب سابق لعبت شويه وحبست بكري من 94، صالحتيني مع الكره المغربيه. ومن خلالك باغي انا ما غندخلش في التفاصيل ديال الاجراءات عندنا بطوله احترافيه، من غيرك باغي نوجه واحد الرساله، ويا ريت ان تكون انت من الناس اللي يعطيوها الثقافه، ومادام ان الكره ولات واحد المساله اللي عندها تاثير كبير على مستوى الجمهور، على مستوى خلق شرط لحظه سعاده للشعوب. بان الجامعه ديالنا دابا الان في الاحتراف مهتم اللي كيبان لينا بثلاثة أو أربعة الفراقين اللي كبار، كنساو رجاء بن ملال، كنساو جمعية سلا، كنساو الجيش براسها اللي تراجع الأداء ديالها إلى آخره، بالتالي أن الناس ديال الجامعة كنقول بأنهم يشوف لك الاحتراف ويكون ويتعمم على الفرق كاملة أنها تستفد بشكل متساوي، هذا لا من ناحية ديال الملاعب لا من ناحية ديال الأكاديميات. المسألة الثانية هي رسالتكم الصحفية لهذاك الجيش دابا أكثر من الإلترات، الجيش ديال الصحافة الإلكترونية اللي ولات تتهيج في مقابلات، وشنا هذاك الكوارث اللي كتوقع في بعض المقابلات اللي كتكون إما بين ليفار وبين الوداد أو الرجاء أو مغرب فاسي أو إلى آخره، وبالتالي كيعطي واحد الصورة سيئة. وما كنقولش أنا السمك حلا، ولكن كنقول فعلا الجامعة قامت بواحد أدوار كبيرة، منها الفريق اللي ما كناش كنحلموا به الفريق النسائي، بالتالي اللي ولا كيشرفنا انه الفريق ديال الفريق المنتخب ديالنا اللي بالقاعه اللي ولا من الفرق العالميه، وبالتالي هذا كيتسجل لينا. وكيفاش يمكن ان الصحافه ديالنا وانت احد الرواد ديالها لحقاش ما نكذبش عليك صالحتيني نرجع نتفرج في الكوره، صالحتيني مع الملاعب هذا بالتحليل ديال الكرازين، بعدم تبع هذاك كيف ما كنقولوا
هذاك غير باش تخرج انك كتطلق شي بومبو وهي ماشي بالعكس. كنت انت صادق صادق وكيف ما عرفناك ملي كنتي كت في الاذاعه والتلفزه المغربيه كتعلق على المنتخب كنتي هادئ كذلك. نتمنى ان تكون انت احد الرواد وتحياتي لك. بارك الله فيك بارك الله فيك سي البيض بارك الله فيك تحياتي لك بارك الله فيك بارك الله فيك سي البيض كنتي معنا من مدينه تمارا. شوف يعني يعني شوف الرياضه كيف ما كنحل المسؤوليه هو الجامعه الملكيه المغربي لكره القدم ولكن الجامعه ما هي الا نتاج ديال الجمعيات الرياضيه هي سواء كانت محترفه او هوات. هدرسي على الفرق اللي غادا في الطريق ماشي الاندثار ولكن التراجع. التراجع يعني مبدئيا المسؤوليه مسؤوليه ديال الناس القائمين على هذه الفرق هذه. لما هدرتي انت على بني ملال هدرك بني ملال داك على الفرق اللي داو البطوله بني ملال دات البطوله نجم الشباب البيضاوي دات البطوله نهضه السطاتيه نادي القنيطري نادي مكناسي الكوكب طاس هاد واش حيت الجامعه ما هيش مسؤوله على التدبير اليومي ديال هاد الفرق هادو. هادو عندهم الرجال ديالهم عندهم النساء ديالهم عندهم المكونات ديال المدينه هما اللي يتحملوا المسؤوليه في هذا الباب هذا. ما تنظنش بانه واحد الفريق انضطر انا غنقول لهم لا حيت الجامعه ما كلاش تمشي لعند هذا الفريق وتخلي هذا الفريق الا فاز بشي لقب ولا شي حاجه راه ياخذ يعني المستحقات ديالو الا ما كاينش كل فريق يتحمل المسؤوليه. انا كبرت مع هاد الفرق هادو ما حليت عينيا سمعت هاد الفرق هادو باللاعبين ديالهم الكبار الى اليوم نزلوا للفئات ديال ديال ديال, ديال الهوات مسؤوليه ديال من المسؤوليه ديالهم تحملوا مسؤوليه الناس اللي دبروا واحد المرحله من المراحل قلت اللي غادي نتمنوا الشيء هذوك الناس اللي كبروا هاد الفرق هذه غادي نقولوا ودي هاد الناس هادو اللي تحولتوا لهم المسؤوليه في هاد السنين الاخيره ما كانوا شايف قد المسؤوليه. السي عبد الرحيم من الدار البيضاء. السي عبد الرحيم مساء الخير. السلام عليكم سي عبد بخير هاني. الله يبارك فيك سي عبد الرحيم. مبروك عواشرك. الله يبارك فيك. المغاربه كاملين. مرحبا سي عبد الرحيم. خو بغيت نهضر واحد جوج نقاط خفاف. اياه. النقطه الاولى هي ديال انس الزنيتي. انس الزنيتي اياه. هذا السيد عطى للرجاء وعطاته الرجاء وهذا السيد ماشي هذا الشيء هو خص يكون الجزاء ديال هذاك السيد. ربما هذاك السيد اللاعب اللي كانت الرجاء السنه الاخيره كانت تبني عينيه اللعب. كان هو المايسترو ديال الراجع اللي كانوا اللي تيدوخ تيرد الزنيتي وتيعاود يحل اللعب. أيه. كان هو العشره كنقولوا كان عشره وربما التمريرات اللي عطى من جرى الراجع راه كاين اهداف اللي تماركوا من عنده. اياه من اياه وهذا السيد هذا ما خصوش احنا ماشي الراجع هذه راه اللاعب باش يجي وتكرموا بهذه الطريقه وحتى شي واحد من 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 الرؤساء السابقين حتى شي واحد ما اتصل بهذا السيد وقال لك حتى واحد ما ريح بين الهضره اللي قالوها وحتى شي واحد ما جا عنده حتى شي واحد ما عيط ليه. هاد الشيء راه اللاعبين راه ما يبقاوش لك 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 كان اللاعبي الجزاء ديالو يدار بحق ما يبقاوش اللاعبين واللي خافوا يجيو يلعبوا في الراجا. وانا سميتي انا كنت نمشي للراج نمشي للتيران اقسم بالله ما عمر الجمهور عيروا في التيران ما عمر الجمهور عير انا الزنيتي. هاد الشيء انا مشيت للتيران ديما انا الزنيتي كانت اول واحد كان تيتشجع هو انا الزنيتي. والنقطة الثانية هي هاد اللاعبين راه ما ولينا مابقيناش نلعبوا كرة القدم راه كثير كنت باغي نقول لك شحال من مرة وما تحسنش الفرصة ما بقيناش نلعبوا كرة القدم راه ولينا تنلعبوا تنديروا اللاعبين ولاو تيديروا الراب ولاو شي تيكلاشي في شي. هاد الشيء ماشي انت عندك طونوبيلة تتركب على طونوبيلة دايرة 100 مليون وساكن في بلاصة راقية تجي تكلاشي في اللاعبين وتكلاشي في الجمهور تتركب على طونوبيلة تخلي الجمهور مع بعضياتهم راه خاص الجماعة تنوض اللاعب ضربوا لجيبه ما تبقاش تعاقبوا طريح تعاقب الفرقه ضربوا لجيبو كرموا لجيبو 30 مليون و 40 مليون يخلصها ما يبقاش يخرج يبقى يهضر. حنا لا بغينا الكره ما بغيناش بنادم يبقى يهضر ولينا تنديروا الراب باش يساعد ما بقيناش تنديروا الكره. راه عيبه الشيء دير المشاكل ما بين الجماهير واش الترخ خصك توصل للرساله بان الكره راه رياضه ماشي تدخل التيران تبقى تهضر بقى اللي عندك شي حاجه الكواري راه كواري راه الكره راه ما بقاوش حتى الكواري ما بقاوش يساعد هاد الكواريه ما بقاوش راه فين هما الكواريه ولا بنادم ما الهضره راه تيهضر اكثر ما تيلعب حشومه راه حنا وتنتمنى من هذا الرئيس ديال الراجل دابا حاليا يعيط للزنيجي ويريح معاه. راه هذاك السيد راه عطى الكثير للراجل وهذاك السيد اخلاقيا احسن ما عمرو هضر ما عمرو كلاشا شي واحد ما عمرو والسيد في المستوى لعاب اللي محترف وحنا ما حنا كراجاويين ما نبغوش اللعابه اللي عطاو للراجع يوقع عليهم بحال هاد الحويجات اللي وقعوا لانس الزنيتي. على سي عبد الرحيم. ريحوا معاه وقال لك حتى شي واحد ما عيط لي باش يتفاوض معايا. وحنا بنادم تتخرج كاينين بعض الصحافه واش هو سال العقد ديالو مع الراجع؟
سال العقد ديالو ما يريحو معاه واش غيشدو معاه ولا ما غيشدوش معاه. هو دابا قال لك الديربي ما بغاش يلعبو، قال لك انا حتى شي واحد ما عيط ليا. شوف دابا شوف هادي بحال اشاره ديال انه ما بغيرش يجددوا، ما بغيش يجددوا. لا وشوف يعني تكون غير بطريقه معقوله وصافي، معقوله ريح مع السيد قول لي ماشي ماشي بالضروره انك غتبقى معنا. لا الا بان لهم بانه ما بقى شيء ولا 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 نقول لك واحد الكلمه، شنو نقول لك واحد الكلمه الاخ سعيد، اقسم بالله العظيم وقال وقلتها لك، الا غادي ندموا على انا زنيتي، الا الصراحه دابا حاليا انا زنيتي اللي تيلعب باللاعب الحارس القليل اللي كاين في المغرب تيلعب برجله. يلا سي عبد الرحيم شكرا لك، انا فكرتي بارك الله فيك، بارك الله فيك حضرتي على انا الزيتي. انا اليوم تنقرا على داني الفيش، داني الفيش هذا البرازيلي اللي في العمر ديالو 39 سنه واللي جابوا كزافي هذا العام هذا باش يلعب شويه ياثر شويه ذاك اللعابه الصغار، حتى واخر في التصريح تيقول بانه انا ما كنتش نتمنى نخرج بهذا الخرجه بهذا الشكل هكايا. شوف الا جيتي عندك 39 سنه يعني شنو ما كان يدير لك واحد اش غنسميوها، ما حتى هو ما هضرش معاه، سال العقد ديالو الله يهنيك صافي، ما عرف يعني ما عرف انا واش كان خصهم يديروا شي حفله ولا يشكروه. الكره هي هذه الكره، ما حدك صالح، راهم تي راهم فوق فوق راك فوق فوق الريوس ديال عباد الله، صافي سال المهمه ديالك صافي، راه واحد اخر. الكره هذه ما كاين، كره القدم هي هذه، قليل الاعتراف، قليل قليل داخلين وخارجين. السي عبد الرحيم من فرنسا، السي عبد الرحيم مساء الخير. مساء الخير السي سعيد بخير. مرحبا السي عبد الرحيم. الله يبارك فيك السي، بارك الله فيك. خويا انا عندي جوج نقطات بالزربه، النقطة الأولى أنا رجاوي بهذاك، فاهمين؟ هو الوضعية ديال الرجاء الحالية دابا غادي نرجعوا لواحد العهد أخرى والثاني ديال الشري قوة اللعابة ويبدل المدرب ويجيب هذا دابا المدرب جا. يا المدرب المدرب اللي هو اصلا ما تيبان ليا واستسمع على هذه الكلمه، هو من الناس المصدقين تيجي يدبر على الفلوس وتزيد في حالته ترشق لي وتزيد يخليك. اما هو على هو على هو خلى غير بزاف ديال الفرق اللي خلاه راه تاجو راك ما تيكملش عام عمرو تيكمل والمسيره ديالو عام ويزيد في حالته يخلق لك مشاكل وصافي. هذا المدرب دابا غادي نجيبوه، غادي نعطيو امكانيات ماليه، غادي نعطيو لعابه نعطيو وفي الاخر يمشي في حالته، غادي نجيبوا واحد ود البلاد نقولوا له ودي عدي كمل تال تال اللي كيشوف كيدير وهذاك الشيء وراه ما عندناش وما دابا تيكون الفقر راه تنجيبوا هنا. دابا سي عبد الرحيم دابا انت رجاوي عفاك بغيت نسولك، واش كاين مشكل دابا المشكل ديال المدرب ولا مشكل لاعبين في الرجاء؟ لا المشكل اللي كاين مشكل ديال العقليه ديال التسيير. انا كنت مع العقليه السابقه ديال الرؤساء الثلاثه اللي دازوا قبل، يعني الفرقة خاصها تعتمد على الولاد ديالها وعلى الامكانيات ديالها. اما هادشي ديال مول الشكر مثلا ما خدامش في الراجا. وهادشي الدراري دابا عندنا احنا فرقة اي 19 بطلة المغرب. لا اظن ان شي واحد فيهم غادي يلعب في الراجا. كلشي غيمشي كلشي غادي نصيفطو هكا هكا، وحنا غادي نبقاو نجيبو في السمية، تجيب هذا من هنا وتجيب من هنا، وهذيك التوليفة تسنى ودي لقب ولا جوج وتخلق المشاكل ويوليو الديون ونعاودو عاوتاني وعادة حاجمة لعادة قيمة. ماشي كله لأن ما كاينينش مسيرين اللي تيخدمو بعيد على الضغط، الناس عار تيسمعو الغوات في الصفحات راه حي الطوسي، تا باقي لك ثلاثة الماتشات وحي مصيف الطوسي خليه يكمل ثلاثة الماتشات. هادشي اللي كان، أنا متفق معاك، أنا ما كنتش أنا ماشي متعدلين حي الطوسي نهائيا. غتحيد التوصي اش اول حاجه اللي كان خاصني ندير؟ غادي نقول له ما كاين مشكل اشتغل واللي في راسي راه في راسي، يكمل الموسم وديك الساعه عندنا فوالا. حنا لا ما بقى ما يدير هذيك البطوله هذيك الوقت مشات في حالتها ما عاد ما دير عادي تلعب على هذاك، خلي السيد يكمل ويبقى هذاك التوازن وتخدم على راسك، سير قلب على المدرب اللي بغيتي وسير. هذا من جهه، من جهه اخرى وهو هذا الشيء ديال العنف دابا اللي ولا في مواقع التواصل الاجتماعي ما بين الفترات، انا وليت دابا هادو الجمعيات الكبار يخرجوا لك بيانات ولا شي تدوينه بسمية صفحة ديالهم رسمية وتتلقى فيها السبان وتتلقى كان نقولوا حنا الدراري الصغار. ناس انا والله ما فهمت، لان حتى الدوله راه خصنا ندخلوا في اطار ديال المحاسبه، لان هذاك الشيء راه عنده تبعات. اجي اخويا هذا الشيء تتكتب انت راه ماشي هو هذاك، على الاقل يقرصوا ليها الودن باش مره اخرى يعرف راسو شنو تيكتب. دابا راه كلهم لا ديال الجيش لا ديال الراجل لا ديال الوداد المغرب فاسي كاع هذا الشيء اللي قريتيه من الاخر كله يدعو الى العنف.
ايوا مشاكل كبيره في هذاك المشكل ديال المواقع التواصل الاجتماعي، راه ماشي فقط غير في الرياضه، المشاكل كبيره ما عرف كيفاش يمكن لها تحل هذا الاشكال هذا. ولكن في الرياضه راه خطيره لان دابا ولي الجمهور ما خصوش كل شيء صعيب، اي حاجه اللي ما هي شيء مقننه وما واقفينش عليها ناس ولاد الحرفه كل شيء غادي يكون صعيب. يا سي عبد الرحيم شكرا لك، كنتي معي من فرنسا، مشي عند السي حسن من اكادير، بارك الله فيك السي حسن. السي عبد الرحيم، السي حسن السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام السي حسن. سعيد واش نبارك الله يبارك فيك السي، بارك الله فيك السي حسن. جزاكم الله خير. بغيت ندير شي حاجه على هذا اللي قال هذا السيد هذا، على كان بغي يتفرج سنين هذه بغي يتفرج على التيران ولا كذا، ولكن الشغاب ولا الوليدات كنت تمشي الناس وتخرج هذا. كاين المحل ديالي كاين الضيعه على برا، وكاين المحل ديالي قرب ملعب ادريك الطار ديال لي ماتش، كنقول لهم اودي ما يخرج حد باش نمشي من العمل ديالي للدار ديالي. مشكله ثلاث سوايع ولا اربع سوايع، وكنتمنى وكنهني فريق ديال النساء اييه غادي مزيانين غادي مزيانين، نطلبوا الله انه نهار الاربعاء. وكنهني الوداد على الالقاب جوج اللي دار، وانا ودادي منذ التسعينات، وحياك الله ما طولش عليك سيدي سعيد. بارك الله فيك سي حسن، بارك الله فيك، شكرا لك. كنت معي من اكادير، نرجع للدار البيضاء عند سي ابراهيم. سي ابراهيم مساء الخير. السلام عليكم سي. عليكم السلام سي ابراهيم. بخير لاباس سعيد. الحمد لله بارك الله فيك يا سيدي، الله يبارك فيك. تحيه ليك، تحيه للطاقم والمتابعين. مرحبا. وبغيت نهضر على الحاله ديال الرجاء. لوكا نخليها لوكا ديال الرجاء، لان الرجاء الان تعيش واحد انتقال من مرحله لمرحله، ولكن حنا بغينا نشوفوا نديروها كنموذج مدرسه مثلا، تيكون فيها مدير، تيكون فيها استاذ، تيكون فيها تعلم. اييه دابا حنا قدنا المديرين بزاف وفي نفس الوقت ما تسمعكش مزيان، كاين عندك واحد الضجيج تما كان سي ابراهيم. الو دابا مزيان؟ تفضل. الو لا كاين عندنا شي تشويش. لا سي ابراهيم. الو تفضل سي، تفضل. وي سيدي دابا انت تكون شي مدرسه مثلا، تكون فيها المدير مثلا، مدير الاساتذه وتتلمذ الاساتذه وتتلمذ. دابا هي النموذج ديال الرجاء هو تبدلوا شحال مدير تتبدل المديرين وتيبقاو التلامذه. اول واحد تبدا به هو الاستاذ. الاستاذ اللي تبدل. تبدلوا اساتذه. مشكله بعض الاحيان يقدر يتغير في استاذ اللي يقدر يكون عنده كفاءات، وتنساو بان التلاميذ كاين مثلا لعابه، كاين اللي عنده كفاءه، كاين اللي مثلا كاين التلميذ المجتهد وكاين التلميذ الكسول. كاينين الكسالى المشكله، اللي تبقى بزاف الكسالى هو المشكل. الا عندك الكسالى واخا تجيب الاستاذ كيف ما بغى يكون مع ما احنا عرفنا مدرسه الرجاء تتكون التلاميذ المجتهدين اللي تالقوا وتبقوا الاسماء ديالهم باقا متداوله الى حد الان. احنا بغينا غير يبقى واحد الاستقرار. احنا بغينا دابا هما تيردخوا للجمهور، وحنا الاستقرار تيلعب دور نفسي ودور تربوي ودور في جميع المجالات. ملي تتكون الاستقرار والصبر الانسان ماشي يلا غتبدا بدل هذا بدل هذا، وانت راك الترانزيت تخلي هو ذاك الفريق راه هو عباره عن تفاعلات، بحال التفاعلات الكيماويه، اذا تحيد واحد راه تيخرج على ذاك التفاعل. خاص خلي واحد هذيك الفرقه واحد يبقى لها واحد الفرصه باش تندمج وتنصاهر باش يعطيو النتائج، وخاصه الجمهور هو اي اغلبيه كانوا كيصبروا، ولكن راه كاين بعض الجماهير اللي الحياحه بهذا المعنى تيخليو هاد التغييرات تتكون وتتكون ماشي في صالح مثلا الفريق، تقدر تضر الفريق اكثر ما تكون في صالح الفريق. وحنا تنتمناو خيرا للرجاء في هاد. يلا شكرا لك سي ابراهيم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. نمشي للسي عبد الله. سي عبد الله مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام سي عبد الله. مبروك عيد سي سعيد. الله يبارك فيك سي عبد الله. جميع الامه الاسلاميه جمعاء. كنشكر انايا الفرق اللي نزلوا
لانه مزلوق بروح رياليه، ما داروا لا ضجيج لا شيء لا شكوى. يوسفيه برشيد وغدم انهم نزلوا القسم الثاني وبدون يعني احترموا الروح الرياليه. حتى سي سعيد طال المنطقه راح احترم لانه غدم ما كانش عند الملعب اي ما لعبوا خارج ميدان ديالهم. اي صحيح نعم كامل. ويوسفيه برشيد كان الرئيس توقف وتوقفت المسيره ديالو وكان واحد شويه تحصيل حاصل. تحصيل حاصل يعني المنطق ديال الوداد كانت فافوري وزعما المنطق احترم. والنقطه الثانيه وهو الوداد ما كيبان لي ما عرفش استثمر هذا النجاح لان سي طلال هو مشى اللاعبين اغلبيه باغيين يمشيو الرئيس تا هو بين قوسين والمدرب تا هو باغي يمشي. الوداد خاصهم يستثمروا هذا النجاح باش يجمعوا وما كيشتوا. بالعكس راه لا ديتي العصبه مره ثانيه عاوتاني تخاطك ديرها بحال اللي كدير الاهلي كتلعب خمسه الفينالات اربعه خاصك الاستمراريه ماشي حنا واحد العام صافي ونحبسوا. هذا هو اللي عنده سي سعيد خاص السي الرئيس الناصري يقوي المكتب عنده يقويه ما يبقاش بوحده يقوي المكتب ويستثمر في الوداد يجيب لينا اصحاب الاشهار وراه الوداد ولات كبيره ماشي صغيره خاص يستثمر. شكرا سي عبد الله. الملاحظه سي عبد الله راه في محلها مهمه بزاف لانه انا قريت بانه طلال قدم الاستقاله ديالو المدرب غادي يمشي خص يكون المدرب الان جاهز لانه الموسم بالنسبه للوداد ما غاديش يوقف كاع نهائيا الا خدا العطله او القصيره. الناس باقي لاعبين باقي عندهم النهائي ديال العصبه ديال 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 السوبر وباقي عندهم نصف النهايه ولا مشاو للنهايه يعني خصو يحلوا المشاكل ديال اللاعبين اللي عندهم عليهم عندهم عروض واللاعب الا عنده عروض راه خصك اما ترضيه بنفس القيمه اللي غادي ياخذ واما غادي يمشي بحالاته. ولكن انتظاري بانه الناس ديال الوداد يمكن تقدم شغلاته. سي امين من الدار البيضاء. سي امين السلام عليكم. وعليكم السلام سي امين. سي صدوق عام سيدي مبروك العيد. الله يبارك فيك. سي صدوق عندي جوج نقاط يمكن نتكلم فيهم غير النقطه اللي تكلم فيها هذا السي عبد الله الاخراني في فعلا في المحل ديالها ديال ان الفرق كتكون كتقوى تولي مزيانه ولكن في الاخر كيبيعوا اللعابه وكيشتوا الفرقه المدرب كيمشي بحاله وهذا الشيء ربما راه الا مشينا للوراء شويه راه هذه الوضعيه طاحت فيها الرجاء في النهائي ديال كاس الانديه. النهائي ديال كاس الانديه كانت عندها فرقه ممتازه ولكن مباشره بعد سالات كاس الانديه ساله بداو يشتوا اللعابه اللعاب شاف بلاصه وبالتالي هذاك هذا الهبوط ولا هذا الشكل التنازلي ديال الرجاء راه جاي من كاس الانديه في الفينال ديالها. لا كاس الانديه كاس العالم. وي اييه العالم من تما بدات كتشتت اللعابه ديالها بدا واحد ديك واحد 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 بشكل تناقصي حتى وصلت هذه النتيجه. ممكن نقول لك انا راه ودادي هذه القضيه ربما ثاني غيطيح فيها نفس المشكل غيطيح فيها الوداد حيت انا الوداد دابا ولات فرقه كبيره معروفه حرام اننا نضيع اللعابه اللي هما اللي غيهزوا غادي على الاقل يدافعوا على ذاك الخط المينيموم ديال الفرقه خاصها تبقى الفرقه خاصها تبقى عندها بقى عندها استحقاقات كثيره بقى كاس العرش بقى كاس الانديه بقى السوبر بقى بزاف الاشياء اذا هذه عقليه خاصها تحيد من 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 الفرق المغربيه لان مثلا البارسا او الريال مثلا فقبل ما كتضحي بواحد اللاعب كتخلي كتلقى بان راه كتجيب من بلايص اخرين لعاب اللي في المكان ديالو باش كيحاول يغطي على هذاك النقص ديال ذاك اللاعب في ديك البلاصه. هذه عقليه الفرق الكبرى بحال الاهلي كما تكلم عليها الاخ اللي جا قبل مني البارسا الريال هادو مستويات عاليه بحيث ان اللاعب قبل ما تبيع اللاعب خصك تشري لاعب بلاصتو او يكون عنده يعني عنده واحد اللي رومبلاسون لذاك اللاعب. هذه النقطه الاولى. والنقطه الثانيه هي غير هذه على مستوى على النقطه الاولى. النقطه الثانيه على مستوى الفرق ديال المغرب علاش فرق المغرب المغربيه انا ما فهمتش ان اللعابه ديالهم في ديك الفورماسيون ديالهم يعني اللعابه اللي تحت من اللعابه الكبار علاش ما يمشيوش لاكاديميه محمد الساس مثلا علاش محمد الساس ديما ما تبقاش محلوله مثلا
رجاء بني ملال عندها دي زيشونتيون لعابه اللي باقين يلاه غادي يطلعوا الفرقه الكبيره يدوزوهم يديروا فورماسيون تما. الرجاء الوداد ديما هذيك مؤسسه محمد هذيك ديال محمد السادس ديما تكون خدامه وغتكون واحد كومبيتيسيون بانه بغى يربيو اجيال وغيدخلوا غتدير عمليه ضخ الفرق الكبيره ديالو. مثلا الرجاء واخا تشوف هذوك اللعابه ديالها تما هذوك الجونيور ديالها الوداد واخا تشوف راه كيبقاو يدورو بيناتهم لو كون يديروا احتكاك مع لعابه اخرين في بلايص اخرين في مناسبات اخرى غيولوا مزيان. علاش وهي كيف ما كان الحال هذيك اكاديمي واحد السادس راه عندها واحد العدد ديال محدود وتظنيه بانه ماشي اي واحد لا اقل مثلا تكون خمسه لعابه خمسه تيكون عدد محدود لما تيكون عندهم مثلا داير واحد العدد محدد ديال الناس اللي غيشتغلوا عندهم ما يمكن ما بقى عندهم ما يزيدوا. لا على يقين كل فرقه تصيفط جوج ثلاثه جوج انا ما عرفتش الطريقه كيفاش يشتغلوا ولكن اللي عارف انهم عندهم داك الشيء محدود وهذه الفكره سي صدوق راه دايرينها قطر راه دايرين هذيك الاكاديميه بهذه الطريقه لعابه تصيف لعابه ولاحظنا بان اللعابه ديال هذه ديال محمد السادس راه ما لعبوا في الجونيور معاه في وهران راه كان نتائج كاين بعض اللعابه اللي مستوى جيد اللعابه راه جابوا نتائج وعلاش الفرق بحال هادو ما يمشيوش يديو مثلا على الاقل واحد فورماسيون مثلا اللعابه ديال الرجاء يمشي شويه هذه وتكون ويكون يا سي امين علما بانه انا صراحه شوف لا شوف انا كيف ما كان الحال يعني اكاديميه محمد السادس من يعني احنا عارفين العمل اللي تقوم به اللي خاص هو انه الا عندنا فرق كبيره خص تكون كبيره حتى بالاكاديميه ديالها خصنا حتى حنا الوداد تكون عندها اكاديميه ديالها والرجاء الاكاديمي ديالها الجيش الملكي وتيضرب انهم عندهم كان خصو يتطور خصو يكون واحد فيه نوع من الاهتمام ما نكونش فقط باقيين البال ديالنا مركز غير على الفريق الاول. الفريق هذا هو الاشكال ديال الفرق لما تتكونش عندها يعني ماشي خدامه بحال مؤسسه تيكون هناك فروع كل ما اشتغل يعني الفريق ديال الفئات العمريه تيشتغل ميزانيته بغض النظر على شنو كاين في الفريق الاول. هادوك خدام عباره عن واحد اون ماشين خدامه تخرج في اللعابه اما غيلعب مع الفريق واما غادي نبيعوا لقنت اخر ماشي تندربوا تلعبوا البطوله مع نشوف حالتهم. مشي للسي المهدي من الدار البيضاء. شكرا لك سي امين. السي المهدي من الدار البيضاء. السي المهدي مساء الخير. السلام عليكم سي سعيد. عليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك مولاي. الله يبارك فيك. انا عيط دابا غير باش نقدم الاعتذار ديالي. انت هو مول سميتو جيد. اي المهدي. ايوا شنو وقع؟ ولكن هذا لا يمنع واش ولا وداد جلال جيد سي سعيد. هذا لا يمنع بان الوداد راه قدمت كره جميله وقدموا اداء زوين. فين بهذه المباراه البارح ديال الديربي ديال ماشي عادي ياك انت تعرف الوداد. لا اجي انت محب للوداد اجي لا اسمح لي اسمح لي واش شويه ديال البطاقات شوف داك الشيء مجانيه. لا دابا انت ودادي مزيان من سنين لا من سنين من الطفوله من الابتدائي ولا شنو الوداد تعقل عليها باش نعرفوا عشان نهضروا شنو الوداد تعقل عليها؟ وانا تفرجت في ابرامي تفرجت في الداودي تفرجت في شفتي الفرقه ديال 92 الفرقه ديال 92 شفتها والحمد لله يعني متبع الوداد يعني من الصغر يعني ابا عن جد. لا شوف غير المقابله انا قلت في الاول ديالي قلت بان الوداد كانوا اقل اخطاء من الرجاء وكانوا اكثر انضباطا واكثر حماس. اما باش نقولوا بانه مباراه كبيره انا الا قلت مباراه كبيره غنطيح من قيمه اللعبه ديال الوداد لان الوداد بامكانهم يعطيو مباراه اكبر من هذا الشكل. وكان لا حتى الاراده كانت عند اللعاب وداك الشيء كان انا قلت لك يعني الاراده وسميتو ولكن ماشي ذاك اللعب الكبير ديال كانش داك الشيء ديال المهم وانا كنقدم الاعتراض ديالي لخوتنا الراجل. لا ماشي مشكل روح رياضيه ما كاين حتى مشكل روح رياضيه غير شوف بعدياتنا نرى الاخ ديالي راه جاوي والاخت ديالي وكذا كنبغيش مزيان داك الشيء داك الشيء كيتنازع شويه وصافي. المهم بغيت نضيف واحد النقطه سي سعيد بان نضيف واحد عندي واحد الاختلاف مع السي سعيد سعد النصيري على قضيه ديال تجديد العقود ديال اللاعبين. لا يعقل بان لاعب او خمسه اللعابه في فريق يعني ركائز اساسيه ديال الفريق كتخليهم عندهم غادي تسالي لهم الكونترا فهم وما كتريحش معاهم وما كتجددش معاهم. هذا القضيه هذه ما تقبلوهاش الجمهور ديال الوداد وما تقبلتهاش انا شخصيا. حيت لاعب اللي كتخلي الكونترا ديالو تكتسالى راه كيولي عرضه ديال الاغراءات. يعني واحد اللاعب يعني غادي تحتاجه الوداد
على الاقل واعرف باقي لي عام يعني كتريح معاه قبل ما يبدا الموسم الماضي. اكيد انا شوف انا ما كاينش لعب بقالو 3 شهور عاد نتذكر معنا وياه. يعني قبل ما يبدا الموسم وعارف عنده غير عام باقي ليه كنريح معاه قبل ما يبدا الموسم وكنجدد معاه العقد ديالو كنزيد واحد العامين ولا 3 سنين الا كان باقي صغير في السن شويه. الا كان تحت من 30 غنزيد معاه واحد 3 سنين ولا 4 سنين. الا قرب 30 غنزيد واحد العامين. والعام اللي باقي سي المهدي غتمشي تشوف الفرق الكبرى فرق كبيره مثلا من الفرق الكبرى الكبيره العالميه وغتشوف العقود اللي عندهم اللعابه وما غتلقى شي واحد الفرقه عندها 6 ولا 7 ديال اللعابه من الركائز الاساسيه كلهم غيسالي في واحد النهار ابدا. غتلقى واحد باقي له 3 سنين واحد عامين ما خصوش واحد النهار يجي لقى قدام الفرقه كلها غتمشي في حالتها لا يستحيل. راه 5 لعابه من الركائز سعيد غيمشي في نهار واحد فوقت واحد فوقت واحد لا وكاينين دابا لاعبين دابا باقي ليهم عام هما تما داك العام تما غادا ما غاديش يبرك معاهم ما غاديش يجي معاهم. هذا المترجي باقي ليه عام المترجي باقي لاعب صغير وباقي ليه عام غدا خاصك دابا تكون شوف كيما داروا الريال مع فينيسيوس دابا راه غادي حتى 27 حتى 2027 هما تهناو منه. وانا يا ربي يكون سعيد في الاجتماع سي سعيد ناصر يكون في الاجتماع ويا ربي يدير النصيحه ديالي يا ربي الا كان حس بانه راه غلط في هذه القضيه يحاول يدارك الموقف ويحاول يدارك غير دوك اللعابه اللي باقي ليهم عام ولادي يحاول يجدد معاهم قبل ما يبدا الموسم الرياضي يحاول يجدد معاهم ويحاول يحافظ على شي جزء من هاد اللاعبين اللي غادي تسالي سالات الكونترا ديالهم. هذا الشيء اللي كنتمنى انا. يلا شكرا لك سي مهدي بارك الله فيك. شكرا لك السي عبد المجيد من تارودان. السي عبد المجيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سعيد كي داير بخير؟ الله يبارك فيك اسيدي. عندي واحد النقط الله يجزيك بخير. اييه عندي مثلا البطوله اللي دا البطوله نعطيه مثلا داكشي الفلوس اللي كياخذ وزيد الميثاق نديروا شي ميثاق بان اللي دا البطوله يستفل في المغرب اللعابه اللي بغاو. الله والله العظيم باش يبقاو دائما بحال احسن من الاهلي باش الاهلي كيف تدي الاهلي؟ لا شنو دابا يعني بحال دابا الوداد اللعاب اللي بغاو ياخذوه ياخذوه ايه فابور 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 الدوله تكون ميثاق باش تقوى لنا الفرقه ديال اللي دات سميتها باش تحافظ على المسائل ديالها ونضعفوا الفرق كاملين ماشي مشكل هي ما غاديش كل شيء اللي بغات هي مثلا 5 لعاب ولا 6 لعاب تديهم فابور في المغرب. والنقطة الثانية السيد اللي اتصل بك على حساب زنيتي وهذا على حساب السي زنيتي قال لك راه صافي لا ما يديروا لي هكا تبقى حتى حنا بنا سعيد زادو كيبقى في التلفزة ولكن ما يمكنش الانتريت راه ديالو وصلت وهذا الشيء اللي عطى الله. اييه هذا القضية ديال اللي قلت لك انا ديال البطولة والله لا زوينة مزيان بزاف صافي ما كاين مشكل يديروا شي ميثاق على حساب اللي دا سميتو يدي 5 لعاب ولا 6 لعاب اللي بغى فابور مزيان الاخر يعاود ذات البطوله الرجاء ولا الجيش ولا سميتو عاود ثاني نفسي وا دابا انت غتجيب الفرقه اللي ذات البطوله تاخذ 5 لعاب احسن ما كاين في البطوله وما غاتديش البطوله وراه غادي البطوله ما تعرف وغتبقى دير البطوله دائما بوحدها وصافي هادشي اللي كاين الله يسخر ليها هادشي اللي كاين شكرا سي عبد المجيد بارك الله فيك. لا مزيان بعد المستملحات هما اللي تيزينوا البرنامج. سي الحمداوي من نادور. سي حمداوي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اعاده الله عليكم وعلى الاخوان كاملين اللي انتم كذلك مولاي بالخير والبركه ان شاء الله. سي سعيد كاين التدخل ديالي الاول على القضيه نتاع التكوين. انا شدت هذا العام الجيش لي كادي تاع الجيش ديال الرجاء وديال الاكاديمي ديال بحر السادس ديال الفتح بركان بكل امانه بدون الناس كاين خدمه. اييه المهم المواكبه. لا اعتقد ان هذه المجموعه اللي راه كاينه اذا تخدمت معاها غادي نضطروا باش نجيبوا من برا ديال الجيش ولا من برا ديال الرجاء نجيبوا اكثر مثلا واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه الا واكبناهم وتهلينا فيهم. بالنسبه للجينيور كذلك نفس القضيه. انا شفت هاد اللعابه شفتهم كاين شي وحدين في الجيش وفي الاكاديمي ديال محمد السادس في الفتح. الناس يلعبوا الكره بقواعدها مثلا تبقى قضيه تتبع. القضيه الثانيه بغينا نهضر شويه على الكره النسويه. غدا مقابله مع بوتسوانا ايام
ودسو انا الاغلبيه نتاع الاخوان اللي هضرت معاهم كيقول لك لا كذا راه عندهم لاعبه ديال اتاكونت خطيره راهي لما قطعوش الامدادات عليها من لي دومي شوفوا شي طريقه كيفاش غادي يديروا لان الا كانت الا قطعنا عليها الامدادات يمكن نتحناو وتجنب ديال الاخطاء القريبه من مربع العمليه لان كيهمنا الفريق الوطني لانه هذه المقابله مهمه بالنسبه باش نمشيو لكاس العالم ان شاء الله يكون خير ان شاء الله يكون خير ولكن المقابله ماشي بديك السوق لا 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 ما نعتبرش بانه راح غنلعبوا مع الفريق اللي حتى الصف الثالث راه لا 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 مثل هذه المقابله تكون صعاب اموراها في حاله ما الى تاهلنا غنلقاو نيجيريا نيجيريا غنلقاو نيجيريا نيجيريا راه نيجيريا ماشي راه اللعب معها راه يتمرمد وي لا مزيانين تلعب مزيان صح فريق متكامل عندك هما وجنوب افريقيا جنوب افريقيا هو مزيانين صح خطر جنوب افريقيا يعني تقنيا البرازيل ديال افريقيا يا سي حمداوي شكرا لك بارك الله فيك شكرا لك كنتي معايا من الناظور السي حسين الدار البيضاء السي حسين السلام عليكم السي سعيد تحية طيبة مرحبا السي حسين تقبل الله السي سعيد واش مبروكة علينا عليك مولاي الله يحفظك ودي السي سعيد بالنسبة لي السي سعيد نتكلم على واحد جوج الأمور بالنسبة للفريق رجاء البيضاء والسي سعيد واحد الحاجة على بنزرتي رجاء السي سعيد راك عارف غنشوف عاوتاني دوك هذاك الشيء ديال بنزرتي السي سعيد راك عارف انتايا شناق مع الصداع فيه راك عارف هو شويه المنظر تاعك عارف كيف يسير كيفاش كيتعامل وحريفي انا وحريفي سي سعيد بتقول شي حاجه سي سعيد لا يعني انا اللعاب اللي غيبغيهم عارفهم في بالي انا دايرهم في بالي باين اللعابه ديالو سي سعيد باين راك عارفهم سي سعيد انا بالنسبه لي دابا بالنسبه لي سي سعيد انا في المنظور ديالي كنشوف على ان دابا السي بدراوي علاش تعاقد مع المنظر تاع سي سعيد ربما هو كيشوف هو انه المدرب الاصلح باش يبني به لانه يدير فواحد العقد ديالو غير عام دابا جمهور فرقة جبدة جمهور بيضاء وسي سعيد وفرقة جبدة وما كيصبرش سي سعيد لا دابا انا راه في اول البرنامج قلت واش هذا مشروع ديال نادي لا أو لا, 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 لا ماشي مشروع نادي هذا لا ماشي مشروع نادي هذا غادي العام خاص بالعام ماجي هذا سي سعيد غتبني به وباش غدير به بزاف الحوايج اول حاجه باش كتختلط على الاداء شي رقاد كتجيب بحال طريق ديال المدربين بحال راجل في 2003 فاش جا بودريقه اقرب مدرب كان في البطوله اللي بني لك فرقه وشي بطوله هو محمد فاخر تختصر به الوقت باش تجيب واحد المدرب اخر انك باش الوداد كانوا جابوا طوشاك شاك بنا لهم فرقه سي سعيد تعقلتي معايا شاك جاو جابوه بنوا بفرقه بحال قلتي كتجيب واحد المدرب كتكون واحد اللابينه كيسكت لها الجمهور مدرب كبير عنده اسم واخا كاين اعتراض من الجمهور فرقه جاء بهذاك يقول لا شرف لا ما كذا هو كيبقى حريفي وما كاينش العام كيخرج به لقب جوج يعني في الرقم مع المونستير كان غيدير لقب الترجي حتى لاخر لحظه سي سعيد يعني كيبقى هو مدرب حريفي انك انا على الاقل لما داش يقدر يلعب واحد دوبل فينال ديال البطوله وما داش العصبه 94 يقدر يلعب واحد دوبل فينال ديال العصبه يقدر يجيب شي عصبه ما عرفتش شنو كاين ولكن بطوله كاس هذه يجيبها لك هو دابا البدراوي جابوا سي سعيد والاداره التقنيه جابوا البنزرتي باش يختصروا الوقت باش يبنوا به العام الجاي تقدر تكون اللي قادر تشوف فريق رجاء البيضاء بواحد الحله جديده شي مدرب اللي هو يكون باقي شاب عن شي مدرب يكون من دراسه البرتغاليه ولا شي مدرب مغربي حنا نشوفوا كالحيمر ولا كجريندو ولا شي مدرب اللي نشوفوا حنا يقدر يعطي هذاك لابيان ديال الرجاء لان حنا الجمهور كيقلب واحد لابيان ديال الرجاء هذيك لابيان ديال التسعينات ديال بدايه الالفيه في غتشوفها سي سعيد هذاك عم غتشوفها راه غتشوفها ما حتى شي مدرب اخر ما خطاوش الفرقه ما خطا الحيمر ما خطا جريندو شي واحد اللي نقولوا حنايا لعب ديك الكره ديال الرجاء بحال نجيبوا غوارديولا فاش جاوا البارسا غوارديولا عطى البارسا وعندو ديك لابيان ديال البارسا عطى هذاك الشيء عطاه هادشي دوزو اللاعبين ديال البارسا حنا هاد الحيمر ولا جريندو ولا هاد المدرب ولا الصديق ونقول المدربين اللي كيكونوا في الرجاء دازو لعبوا الكره هادوك هما اللي يقدروا يرجعوا لنا بالمدرب اللي كتجيبو نتايا ايترونجي راه ما يمكنش يعيش بداك الضغط راه كيقلب على النتائج سي سعيد راه ما يلعبش ديك الكره راه ما يلعبش الكره اللي كتسنى انت باش تدي بها الارقام واحد النقطه ثانيه سي سعيد اللي باغي نشير ليها هو القضيه ديال اللاعبين سينا ما سيناس كذا من هنا شوف هاد الصفحات سي سعيد كيبغيو يديروا البوز وكيبغيو يخلقوا واحد سيسبانس شوف باش تكون شويه ديال المتابعه باش تكون المتابعه باش تكون شويه ديال المتابعه حنا شفنا راه كنشوف المتابعه سي سعيد واخا نقطه سي سعيد بغيت نشير لها سي سعيد نذكرك بواحد اللاعب واحد الرساله نوجهها للاعبين سيرتو ديال المغرب
اشوف واحد اللاعب هشام السوري سي سعيد وقع في وقع الزمامه هشام السوري السوري ديال اللي في الطائف ديال ايطاليا الميلان ديال ميلان سي سعيد فين دابا دابا في الزمامه سي سعيد هاد اللاعب سي سعيد على الشهره عنده 17 سنه دابا غنرجع معاك للتوجيه سي سعيد وكيفاش وغنستر معاك واحد 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 النقطه سي سعيد دابا دابا هشام السوري سي سعيد في 17 سنه دار 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 واحد اشهار ديال واحد الشركه عالميه مع نيمار تصورتي سعيد ما غدير واحد الاشهار ديال المشروب مع نيمار و17 سنه وكتخرج كتشكي بغيت تصور معاك وكتشكي بغيت يدير وبقاش واحد التوجيه علاش السيد مشى ترجع للزمامره شو راه سيطو المالاقه بريطه وما 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 نجمش وعاود رجع هاو دابا مشيتي للزمامره سعيد علاش لان السيد اللاعب هذا لا جوان ديالو ولا الموحد ديالو ديريبي ما وجهوش ما عطاو ما قالوش لي دابا هو شاف الفلوس 17 سنه شاف الشهره مع نيمار مع هادي كلشي كيتصور معاه كلشي هادي قال صافي داكشي اللي داكشي اللي بغيتو راه وصلت لي العكس ديالو مشيتي معايا لبابي سي سعيد البابي ديال ديال بارتيج ما شكون وكيل الاعمال ديالو هو بوا ريال مدريد سي سعيد ريال مدريد راه كانوا تاب امو سي سعيد ريال مدريد راه شحال المتابعين راه سي سعيد راه كلشي كنعرفوا انه غيوقع في ريال مدريد هذا الموسم هذا وباقي العقد ديالو ما سالاش وباريس سان جيرمان كيتفاوضوا معاه كيتفاوضوا معاه كيتفاوضوا معاه تجابوا اوباه قال لي العرض اللي ديالك هو انك غادي تزيد 2025 وريال مدريد غيجيبوك غيجيبوك والسيد سي سعيد كيفاش كتصاحبو مسوق مسوق لا في غيسيني السيد راه كيسجل راه كل مره كيسجل فيه جوج ثلاثه ما مسوقش في غيسيني في ريال مدريد ولا نهاد العقد ديالو ولا هادي السيد مركز مع الفريق ديالو لا لا مركز مع الفريق بروفيسيونيل بكل ما في كلمة معنى اه انا كنشوف دابا التاكله وتا سي سعيد التاكله وتا ديال الوداد شكون اللي متبعو دابا بواه بواه كافور فاز بواه دابا ولا تابع لي المسائل ديالو دابا كنشوفو السيد حنا التوجيه ديال ديال اللاعبين في المغرب راه ما كاينش كل واحد كيقلب كيقلب على عجمان كيقلب على الطائف السعوديه كيقلب النيفو سي سعيد والله يحسن العوان الله يحسن العوان الله يحسن العوان وكاين سي سعيد يلاه سي حسين الله يحسن العوان سي سعيد شكرا شكرا سي حسين بارك الله فيك سي محمد من اكادير سي محمد مرحبا واهلا مرحبا سعيد مرحبا بك وبالعواشر مبروك مرحبا مرحبا سي محمد رحمت حني لا جوج لقيتات سعيد على المنتخب النسوي اولا ثم على المنتخب الوطني لا ديال الذكور لا المنتخب النسوي يعني عنده واحد المقابله يعني مصيريه لان كلشي كيتلعب المسائل كلها اللي تخدمات سي سعيد على هذه المقابله ديال بوتسوانا يعني غادي يكون ان شاء الله غادي يكون فيها واحد لانه اللي صعيبه سي سعيد هي انه بوتسوانا بعد ما تخسر عندها مقابله غادي تلعبها ولكن التصميم ولا الاراده ديال اللاعبات وانا جبت السي سعيد بزاف بنت شباك العربي شباك اللي عطات خير خير خلاف لخير سلاف يعني عطات دوك النظرات التعبه ديالها فكرتني السي سعيد في تيمومي ولا الظلمي يعني وفاطمه تاكناوت يعني فكرتني في هذوك الاختراعات ديالها يعني كتقصد اللاعبين فكرتني يعني اللي خصنا نشجعوا هاد اولا وكاين واحد الحاجه سي سعيد لانه عطات واحد النظره هاد كاس العالم الافريقيه ديال النساء واحد الصوره تسويقيه للعالم كله يعني هذه تقريبا هذه اعتبر هذه اول مره عرفنا بان كاينه بطوله افريقيه في واحد المستوى وتنظمات في ظروف من اروع ما يكون يعني تتفرج فيها كانها تتفرج في البطوله الاوروبيه فعلا هذه بشهادات طيب هذه النقطه الاولى يا سي محمد النقطه الثانيه لا النقطه الثانيه ديال الفرح الوطني البلاغ اللي جا البلاغ جا يعني ولو الجامعه ليست ملزمه باش تعطي هذه البلاغ باش بانه الوضعيه غادي تبقى هاد الساعه باقا الوضعيه باقي الا كان شي حاجه غيصدر واحد البلاغ المهم الواحد هو المدرب حاليا وهذا الشيء ديال انه راه حيت دابا شنو المواقع نشرات بانه تم التعاقد ما بقيناش في الاشاعه ولينا بانه تم التعاقد فهما قالوا ما كاين لا تعاقد لا حتى شي حاجه من هذا الشيء دابا كاينه اذا هاد الشيء هاد المواقع الالكترونيه راه كاينه سي سعيد اذا سمحتي ما بغيتش نطول عليك راه كاين نقاش في البرلمان باش يلقاو الحد لهاد الاشاعات والحكومه خصها تاخذ الاجراءات لانه هاد المسائل هذا هو الشغب النفسي هذا ما تسميهش شغب نفسي هذا هو شغب معنوي
لا نخرجوا من هذا نخليوا الامور تمشى وعندنا هاد 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 الفتاه هاد البنات ديالنا نتمنوا لهم غدا سي سعيد يكون ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك سي محمد، كنت اخر متدخل معنا من مدينه اكادير، وبمناسبه نتمنوا للفريق الوطني المغربي غدا ان شاء الله انه يقدم مقابله غدا. نذكر بان كيجي المقابلات كاينه زامبيا مع السنغال هذه مع السته، والمغرب مع بوتسوانا، هذه مقابله غدا تلعب مع 9 ديال الليل بمجمل امير مولى عبد الله. ونهار الخميس عندنا جوج ديال المباريات، سته كاين الكاميرون مع نيجيريا، وعندنا جنوب افريقيا مع تونس. مبدئيا لا تحترم المنطق، راه غنمشيو في الاتجاه ديال السنغال المغرب نيجيريا جنوب افريقيا، هادو هما الفرق باربعه اللي ممكن يمشيو للنصف النهائي وتاهلوا كاس العالم، علم بانه المغرب الى تاهل لكاس العالم في نصف النهائي قد يواجه نيجيريا. هذا هو نيجيريا ممكن تفوز على الكاميرون، ولكن في مباراه في كره القدم ما المنطق الرياضي شكل يعني الحقيقه ديال الملعب شيء اخر. نور الدين الرجاوي تقول مباراة الديربي كانت فيها اغلاط تحكيمية لصالح الوداد، ما لا اعتقد هذه الامور كانت عادية جدا. سي امين تيقول احسن سيناريو هو مبين زايد هب لمن يدفع له اكثر، او الرجاء الاهلي او الخليج. شوف اللعابة كلهم تيمشي هذا هو المنطق ديالهم. شوف ما كاينش شي لعابة يقول لي انا حبا في الفريق انا نبقى فيه واخا يعطيني اقل، ما كاينش. لما تيكون ذاك الفرق قليل، الفرق قليل ممكن، ولكن الا كان شي واحد غادي يمشي يحترف وغادي ياخذ لنا الاحتراف خصوصا في اوروبا، الخليج مزيان، اوروبا في جوج ديال الحوايج، في الجانب المالي وفي الجانب ديال انك تتولي في واحد المكان يعني المتابعه ديال داك لي زون جوور كاين، او المتابعه ديال العيون ديال المنقبين تيكونوا كثار. ولهذا انا تنفرح مشي شي واحد لفرنسا، تنفرح اذا كان الشغل مزيان، كنت تيقن بانه شوف اللعبه ديالنا راه كلشي بدا شوف بالنسبه لي تنطلع الويل، شوفوا غير نيبت مشى لنونت ومن بعد شوف واحد الوقت ولا في ديبورتيفو باش تلعب في ديبورتيفو، ومن بعد مشى لانجلترا. يعني اي واحد مغربي سمعته يلعب في انجلترا عرف بانه عنده الشهاده ديال انه هذيك في انجلترا ما يمكنش تلعب غير هكاك. لا في انجلترا عندك تنشوف معنا، انت بغيت نحاول نقرا بعض التعليقات ولكن تلقى الاخوان تيجاوبوا بعضياتهم، هذا اعطى لهذا هذا اعطى لهذا، ولهذا الجمهور ديال الرجاء على محل الامور فيها عباره عن تبادل الكلمات. ما راكو كاين شد فيا نشد فيك بين الاخوان ديال الرجاء. ولا سلام سي سعيد تحياتي لك والطاقم ديال البرنامج، عيد ما مشيت الان للواتساب. السلام عليكم، ما رايك في تدبير الناصري ملف التعاقدات وتجديد العقود؟ شكرا. ولا شوف انا ما رايي، انا تنهضر رايي على التعاقدات، ما نهضرش على الوداد. كيفاش نشوف التعاقدات؟ كيفاش نشوفها معنا مع المستوى الدولي؟ المستوى الدولي صعيب فاش نلقى مثلا واحد الفريق عنده 6 ولا 7 اللعابه من الركائز، وغنلقى بانه تفاوض غادي نلقى بان العقود ديالهم كلهم غتسالي في 2026. صعيب شنلقى، تلقى واحد في 27 واحد في 25 يعني باش الا مشى ليك واحد ماشي تيمكن لك تعوضه، ماشي واحد النهار. وهاد اللعابه مطلوبين، هادو مطلوبين يعني ما يعني، وخصوصا لما تيكون ذاك اللعاب يعني جا صغير يعني الراتب ديالو قليل. هاد فينيسيوس نعطيوه بالمثال دابا اللي في ريال مدريد لما جا تعاقدوا معاه، دابا شوف فين وصل المستوى ديالو، ولا الراجل تيفكر في الكره الذهبيه تيقول لك دابا غياخذها بنزيما، ولكن حتى واعينه على الكره الذهبيه. راه تعاقدوا معاه حتى 2027 وراه زادوه 3 ديال المليون ديال الاورو، الراجل راه تيربح 10 ديال المليون ديال الاورو. الاورو الا درنا له غير 11 درهم ولا ما نديرو 14 درهم، راه حنا طلعنا 10 المليار بمنايا 11 المليار، و11 المليار غتلقى بانه تياخذ 2 ديال المليار في الشهر بلا شي لاخر. اذا ملي غيديروا له هذا الشيء هذا ارتاح، ولا من اللعابه الاغلى في الريال وفي العالم 10 ديال المليار غيلعب مرتاح ما كاين اشكال.
ولكن يكون خلاوه ما يجدوش معاه وتجي السيتي وتقول له انا غادي نعطي غادي نعطيك 13 ولا 14 مليون يقول له انا غنبقى تنبوس القميص للريال. لا هادو لاعبين ماشي ديال هادشي هذا ديال اللي عطى اكثر غنمشي غنمشي معاه. ما باقي ما سمعتش شي 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 شي, شي لعاب انه الفرقه ديالو اللي كوناته قالت له غنعطيك مليار وجا فريق اجنبي قالوا نعطيك ربعه وقالوا لا انا بغيت مليار حيت انا الفرقه تنبغيها. كاينش كره القدم فيها اللي تعطي اكثر غنمشي نلعب معاه وفيها مفاوضات وفيها حسابات وما فيهاش فقط غير اللعاب اللعاب والسطاف ديالو شكون اللي مأطرو والحسابات الا مشيت هنا اش مدربح عندي هنايا وفي الـ في الـ في يعني ماشي غير الجانب المالي يشوف الجانب المالي وكاين اللي تيشوفو هو عاوتاني جانب اخر واش يلعب ليغ دي شامبيون واش فايت له الدار اللقب واش كاين الحظوظ ديال الفوز بلقب راه ماشي تابعين غير الفلوس. راه بزاف ديال اللعابه اللي جاتهم عروض في الصين ومشاوش تيقول لا انا ما باغيش الفلوس باغي الفلوس وباغي وباغي يعني لي تيتر الالقاب. على كل حال هذه المواضيع اللي نبقاو نناقشوا مادام انه في انتظار انه نوصلوا للمباراه ديال النصف النهائي وغدا نتحدثوا ايضا على المنافسه ديال النسوي البطولات ديال كاس افريقيا للسيدات ونذكروا على الحظوظ ديال الفرق المشاركه. شكرا للجميع الى اللقاء غدا بحول الله.